ستبقى تونس كالعادة علمها مرفوع ورأس التونسيين مرفوع 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 مرفوع. تونس دولة بكل المجالات التقدمية تلقاها تونس متقدمة. تونس بخير إن شاء الله وبخير سلوك أبنائها. أنا إنسان حب بلدي، حب بلدي ونحب الدولة. دولة يعني أنا أعتبر وأن أهم إنجاز تكون في تونس هو عملنا دولة تونسية حرة مستقلة ذات سيادة. الفاز برا هز خبيه في الخزانه. يما قلت لك الف مره ما اسموش فاز، اسمه فاز، وزيد مازالك خذيناه لوش خبيه. كي نقول لك خبيه خبيه، خالتك جايه اختي وانا نعرفها. باهي باهي تو نمشي نخبيه، دخلني انا بين الاخوات واللي مشاكل وصيلة رحم وما تحترمش خالتك. راه جابتها صحري بعد. يا بنتي اش دخلك؟ اعملي نقول لك عندي دوشة. هوبا هوبا قديش توحدت. لاباس عايش اختي. وين سارة؟ اميمتي يا اميمتي قداش طوالت وقداش عظمت وقداش عششت، واش توكلي فيه؟ طيب تفضل تفضل اقعد تفضل. راح جاي راح جاي بوسيقيتك. بسم الله على بنتي بسم الله، تمشي في عقلك انت؟ شبيك مصهمة كيكة؟ فاش قام تجري بالفرحة؟ بوس خالتك بوسها. مرحبا بيك يا دوجة وخيتي، محلاها دارك وما بيها تهبل. لازم كولونديل. لازم لازم. يا دوجة وخيتي ماك تعرفيني عندي القلب اللي يحب. انتي باهية وقلبك باهي، مش كيفي ناس عندي مكبوه لكدوهولي وانا عمري 16 سنة. ما انتي سعدك كبير كبير، ضربتي المنصف على قلبك. راجل بيهي يصرف عليك ويرن عليك بالليرة. هو لما حالة أصلع وقصير لمك انتي ماضي. ألو وي تونتون. شبيه با شبيه بوك عمل الاكسيدون كانت تفتخت من بعضها. وهو ما هو لباس لباس. دفعت بليه دفعت بليه. عفيش طيقونك الحصان. اتقعدي داني ليا قهوة عربي عالجيل متاع الكارفيتيرة، ما تعمرش ليا قبي. ولا ما تعرفيش متوم بنوي تونس ما تعرفوا كان اللبة. وتحبش ناخلة الراس الناج نجيب ليك هوك سوبريس دوبل سيري معها زوز سواقير ليجير، فمش ما يتعامل راسك. حنين لبو لبو بنوي تونس. سارة احترم خالتك. ايه ميلا تخيل بنتي ما تعرفش الطيب، بنتي من الملح لحلو. ميلا كيدتها جرة قهوة. بصحتك بصحتك يا دوج تفلني قدام اختك. نورمال يصير على الرجال يصير. نقول لك كيفاش تفني مع قاعدة. هاي ورينا اش باش تعمل. بنتي انا حاسقة تصنف من مال احلى الاحلى. ها سالورة اما حضرتي بنتي القهوة. ربي انا ما فهمتش حاجة، طول عمرك يجيو الضيف طيب لهم انتي القهوة، اليوم ظهر لك في ندخل طيب هنا. نحب نقارها نحب نوريها لي بنتي مرتوبة ومجدية. ها انتي ما تعرفهاش خالتك هذيك كان جات عندك اخترك تفهم. ما بربي عندي سؤال طول عمري نحب نسأله لك. اما انا بويسك نقدرك وين خاف لا تصير مشاكل وتبدا هكا وانتي. لا 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 مسالش نعرفك حشامة ما اسأل مسالش. كيفاش منعتمك العائلة الكريمة؟ تو واحد كيشوف توتو ويشوف حليمه والوشقه اللي جاتنا اليوم تسمى انت روابرك بارابور لهم. هما فكيتش من البلاد توا، خالتك عندها ساعتين تستنى في القهوه. بسياسه بسياسه ما تبلبصش. باهي هاي هاي طيب هاي في جورتي. ياي لا لا برا انا ما نحبش نركش بحذاها. عليك تقول حقرتني فكريا. عايش بنتي سراو عيطنا لخالك باش يجي وباش نعملوا مجلس عائلي ونتناقشوا. وشو كان مجلس الامن الدولي ولا مجلس تاسيسي؟ يا ما خطاني بربي والله جنبي لتو يوجع مكاينين الحرش تاع اختك. ربي يهديك يا بليتي ربي يهديك. راني طالعه نرقد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زعقتها بكل وكان شيئا لم يكن وبراءه الاطفال في عينيها. بنينة بالله
قلت لك لا والف لا نسكر بحذايا وليد هذاك مجرم وبليس عتبه يا وخي نكهل قلبك لتوا شدد عليه البغيضه في وقتها مازال صغير ما يدري على الدنيا خلاص ايوا توامي مولدي وقتها راه صغير ما يفهمش في السياسه في الاشتراكيه واش هي الاشتراكيه حاجه قويه لا تفهمها لا انت لا هي ماني توهم يهديك عايش خويا يا اخي انت وقتها ثم واحد بعقله يقرا كتب كيك قبل الثوره يوش مسوا فيهم لا وزيد ماشي نصب بهم بسيدي عبد السلام كشدوا البوليسيه قال معه توهمي تهمه توهمي تهمني يا وخي والله حبي يسلك هالك قال خالي حد روحه صحيح ما عاجبه شي في البلاد لم كنت تجي مراقد اي على ذيك لفقوا لي زوز تهم التهمة الأولى ما عجبوا شي في البلاد وضد النظام التهمة الثانية راقد عدوها لي خلية نايمة لا يستحيل يا تهامي يهديك سكنوا بحذاك عايش خويا موتهم ديدا ويخرج يكل على روحك يلقى قدمة يا سيدي سكنوا انتي بحذاك قلت ليها وخي قلت ليها 2000 مرة عاي تيشو دار واسعة وكبيرة زوزو بيوت نوم وزوزو بيوت افطار مسطفة تستيف بالمعين والرواجين والفجدينينين شو وين تشيع عينك تلقى البلازماوات واش بها سكتة هذي قل هو الله وحد الله الصمد لم يدرك الله رب الفلق مش عريبة خلق مش عريبة اوه تهامي داني بشتخلة يو خي يهديك اقبل يفرحك يا تهامي يفرحك لا هكا ترضاها احنا زوزولية نسكن بحذينا عازب يسق ذب وبعصر اش يقولوا علينا الناس يا سيدي اعتبروني ولية وما سكنوش معايا خويا راه منشار بتاع ماكلة وزيد ديما يكحف وهامي عايش خويا يهديك انا باش نوكل واحد ولا نوكل 2 مليون اللي باش نصرف يا تهامي مديدة وتتعدى عايش خويا مديدة وتتعدى ايو قداش المديدة ديما وش هير شهري عيب والعويمي والله يا تهامي والله كنت جرالو حاجة لما نوريك شي مكفيه خليه يتربى بشي نقص من الدلال ربي روحك انت قبل الطفل امينه في رقبتي هي عجبكش والله يسخفني انا نايرين لعب نطرو جابوا على برا يا ناري على وليدي ربي يتلوح من شارع لشارع ما يعرفش تونس هذاك ما يعرف حتى حد فيش تجرى له حاجه زاده اسمع ما يطلعش عنده طرف كرامه يهبط لمحط الواجهات ويروح البلاد بليسك عليه تبقى قالوا عنده كرامه من وقتاش عنده الكرامه طول عمره كيك يتلوح من بلاصه لبلاصه قوم عايش خوي برا شوف في مركز الشرطة لا مركز الشرطة لا نطلعش مش هرشاية أنا المرة اللي فات قبطته عايش خوي يا تهامي قوم فركز عليه باي طول نمشي أنا سبيطارات ونتو مشيوا لمركز الشرطة يا حليل امشي امشي يا بابا بابا مفتو مرسلو خاني قد قتلي زوالي وما عنده حد شفتك الكرهبة الوحيدة اللي هبط منها وكالطفلة ملا قنبلة صوتك القنبلة بيضة وعينيها خضر تحبيها هو انا ما عنديش زهر الله غالب وامه تعمل لي يتلاقي واحد مسكين من شارع لشارع وهو من كرهبة الكرهبة من بيام البيام ومن ديسكوتيك لديسكوتيك شنو في ريحة البخفان؟ ايه ما تلقاها ليلة كاملة وهو لسقها معنقها زنقت عنقني ما لسقت هذا سامحوني ديزولي اقعد سامحني امانك ضربته مش بالعاني هو جاي تحت الكهرباء شنو لله صار انت اللي ضربت لي ولد خالتي اي ما مش بالعاني والله مش بالعاني هو جاي تحت الكهرباء ماني جاي تحت الكهرباء تحب تقول لي هو مهبول هكا هو عاط نخفك انت تقول لي اعطيني حتى سلاح كنهبتي ما قصدتش والله ما قلتش مهبول اما هو جاي تحت الكهرباء الحمد لله لاباس وكها لاباس منين تشوف فيه لاباس اخزر المولدي هذا اللي تشوف فيه قدامك شعره كان ارتب حرير وجهه بنمش حواجه هذم اللي تشوف فيهم بمليون شريتهم له بداية من الشانزاليزي مليون خوني حاجة اخرى عينيه كانوا خضر باللقة خضر ايه من يزلق راس ماله جماله شوف اختي انا راني مانيش تاع مشاكل تطلبوا اي حاجه اش تحب دواء طبيب نكلم طبيب فلوس فوالا جينا هيش هيا اللي اعطينا زوز ملايين وسميه حتى نحاولوا كيفاش نصلحوا ونلقاو في حل ومليون على الضربه اللي في راسه انا هي ضربه هاي
وجيعة تحس فيه؟ برد هذا الكل. بسم الله. حيت سايبها تتسكر واحد معاش مساجم. ايه على كيف نم هذا يا اخي بلت عم في روحك كيا هلا غالب. طيب بالله نحب نفهم حاجة. انا عشر سنين عشر سنين ما نشوفكمش، في الاخر نجيت تكتلوا فين تخالد توهام تقول علاش عملتوا شو عملت لكم نا هذاك فازة تعملوها. انا اي فاز فازة اللي ضربتوني به اختاني بركة مولدي. وانت يا اخي بلت ترمي في روحك على الكراب. نعم بلت نرمي في روحي على الكراب كيك ما عندي مناعب نرمي في روحي على الكراب. ابنت نترانا تترانا على الموت. مش نترانا على الموت. مش نترانا على الموت. ناس يدك فازة جديدة ريتها في الفيسبوك مش نجي نقولك عليها. محسوب منين جاتك انت كونيكسيون؟ من جاتك انت كونيكسيون؟ والله العظيم انا اللي بهمني نحكي لك باه نقولك ما تقول لحد. هكا توا مازلت ما تعرفنيش. انا راني الرجل تمشي على ساقيها هكا لانا سروره والاقرع لا لا مازلت حتى انا باش نشوف ظاهر العمليه من اولها. هات هذاك الظلفه خل نوريك السوكونس. اكتب فيسبوك اف كي زاد ربي مولتي اسكت. ها صحيت سايس مولتي تفرج يا اخت تحب تموت؟ نعم نموت. انت شوية اللي عملت الفاز هذيك انا اقسم بالله غير بركة طفلة مسكر شبك تاع الكرم مولتي راهو هذيك سي ان تروكاج تركا. شوف 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 نا توم تاع بركاجات نا نعم بركاج طفله اسالها هيك قول لها هزلكش المولتي حتى 100 فرنك. ظهر فيك باش تعبني انت مش اكثر من اللي باش تعبني انت في حياتي ظهر العمليه. مولدي نكلم فيك. ها هاي عايش بلد اختي الدنيا قيت الليل اطلع بدل يا انبوبة الصالة انبوبة هذه؟ هاي ساعة بذا اذا بدع خالتي انبوبة ذي بالثلتاج اش معناه؟ معناه لازم واحدة تويل كما خالته هامي بتوقف كما نكا ونحن نمت ندورو بي ندورو بي ندورو بي ندورو بي ندورو بي حتى لين تركب الانبوبة. ثاني حاجة ناه خالتي راني عندي بوفي من البلايس العالية معناه كنغز راكا كما نكا نجم الموت را شنو هي ذي بوفي؟ فوبي فوبي بيطلع انت بدل هك بغير سنو تجم تبدل هك انا توام ومن دراك بوارتي بصوريتي الحمراء هذيا مزت كخسنتها وحددتها طالع راكب فيها بوبا شكلوا علي العباد بربي كان يدخل واحد ويراني تقاتلي وسمة عار انا ذي معناه هكا زوز رجال في الدار طول وعرض نهار كل تاكلوا وترقدوا نقوم انا مرا نطلع نبدل لنبوبا بالله سمعيني خالتي ونشوفها فيهم زوز رجال في الدار نا اول حاجه ولد اختك ثاني حاجه ذي توهامي خوك باهي باهي تو نطلع عينا نبدل برا على الاقل انت برا هبطي دي جونكتون برا اه جونكتون دي جونكتور في وجهي خالي هكا في وجهي دي جونكتون علاش عملت لك لتو اخي قلبك اكحل مازال مازلت مخلخل عليا لتو حكايه وفت هذيك تعرفش معناها حكايه وفت معناها حكايه سايي لتو حتى في مخك هكا دي جونكتون ثاني حاجه راني عامل عليها ريسيرش راه هاي عامل عليها ريسيرش معروفه دي جونكتون كلمه زايده يا ودي برا هبط دي جونكتون باهي خالتي على خاطرك والله على خاطرك انا ماشي يا دي جونكتون بالفلتاش والله لا عاد فاهم ناك دي جونكتون هذا شنو تاع الضو تاع الماء شنو نعمل نا برا تنقص لهم الماء ومولا يا ربي خالتي هاي باري سايي هاي باري يبدي بسم الله بش بشوية يا دوشة يا دوشة يا دوشة 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 يا مولدي يا بقرة هذه دارك قمرتها نخرى كوشة ديك ما هيش دارك هذه دارك يا تيجاني خوي توهامي عرفتك ما كفرجاني توهامي توهامي بربي شبيكم التوا والله يفجعتوني حتى تليفون ما تهزوش شكوني هالبنيه البونس اي البان البان ايش اسمها اسمها حزيه حزيه اسمعني بربي شي اطلع لبيتك ارتاح فماش ما يرجع لك شاهد العقل لي بر وين بيتي وين امشي منا كل وار البيت الاولى لا البيت الثانيه لا البيت الثالثه دروج اطلع البيت الاولى لا البيت الثالثه لا الثانيه الثالثه لا دويري هذيك قوم قوم قد الصاله قوم قد الصاله
اش قلت لي اسمها؟ يا مادام مش اما دام اخويتي مش قال ليك اسمي حزية اصل عيرة تحفة خار ربي فماش ما يترجع ليك شاهد العقل كيما قال ليك خالي الفرجاني توهامي التوهامي قلت لي ثالثة على اليمين يمشي الثالثة ولا الرابعة دبر راسك توا شنو الحكاية تودو؟ اسكت شي ما ثم تنظف الدار تكبت على راسها الطبيب قال عندها فقدان ذاكرة مؤقت لاباس واه سير لاباس لاباس تهنى يعيش بنتي عاد ما قلت لك نايرين ولا ثلاثة المهم انتم ما تعكسواش اسمع يدك على 50 دينار تاع شنو؟ باش نشري بهم شوية فصدق قال لك يقوي الذاكرة ما قال نايرين تترجع وحدها ذاكر كيفاش ما عرفتش بنتها اللي جابتها دنا السرورة أقرا على الله وعرفتك أنت؟ لأن خاطر لا عرفتني خاطرني أنا بخشمي خاطرك أنت بخشمك شو يسيدك توتو خشمه طلع أصلا في حاجة إيج عايش بدي زيدني شوية مقرونة إيج هي المحالة ماستا أما هاك أنت قلتينا اللي علمتها الطبيب ما عادتش مقرونة مدام وفت قولي عايش بنتي كي تكمل تغسل الماعون تعمل تلعيبة عدل وتغسل الصابون وما حزية مدام والله مثلاني تقاز ما عدش فيه ما نمسحناه ولامس ستو هامي انا ينحبك والله ربي يشهد علي فكرني في خالي في البلاد اسمه التو هامي ثانا وشهدت لي النعجات وني نحبه معز لي من يمه قل لي تو هامي بابا وامي شنو حوالهم امك تعمل في وياج دوناس وبوك مات عنده مدة بابا مات وقلت غير يا بابا يا بابا يا عزيزي اللي زعلتي لوجة بوك مات عنده 16 سنة عاد ما قلت ليش انت قل لي توهمي يا اخي انا محرزة ماشي بتقول شنو انا بقول ما هو يا محرزة يا مانيش محرزة يا ناري على وخيتي قعدت طايرة وقلبي عليك الدم دم قلبي عليك كنت شوفين قلبي على روحي دم هاني خلي داري وصغاري قهوتي واصحابي وصاحبتك اللي عينيها خضر وشعرها اصفر وجيت هاني لهي بك انتي بلا ما عندي حد كان انتي لا حزية صييك كملت قلتك جيت منبرت بحذية ماك لاباس مدام وخيتي حرام عليك راني ما عدتش فيا بالتعب خليني راطح فخر ربي حد شوية من الصباح ونغسل في المباعين مسحت لك التراكين عملت لك العصيدة كاس التاي سايبيني شوية مدام السلام عليكم صحة مولتي مرتها سلمة هذاك مرتها شنو حوالك فما عشاء شكونو هذا؟ مدام وخيتي هذاك يخدم عندك شي فور والعشية ساعات كتبدا ما عندكش قضيات يخدم جنان وعالبو هالي يا ما وعالبو هالي هذا بش يخدم شيفور وهكا هذا يدخل في أول حيط وكان يبدأ على بسكليت هلين وقال خالي أما نقولي الحقيقة شبيها ما والله أنا متحير عليها شنو قالها طبيب شي لبس عليها يا بنتي نهير ولا فنين وترجع لها الذاكرة جيست انتو ما تعكسواش كو فديت انا بيدي يزي خالي عاد يزي بالله سامحيني خي امك باش مريضها هاي مسكينة مولدي عندها الزيماغ غريبة مالك فيش ما تكواعش برجولية انا مزلت مطولة في رول تاع البونة ذي بالله شنقول لي نهار كامل تبعث فيا في القويل الشمس على راسي براقضي برمشي جيب برد رجناو رست ليش زاد انا نخدم شفور الجنان برجوليه ما مسلكها فينا كان انت لقانا حل توتو بالحق يا خالي شوف انا حل يا تخدم شفور يا تخدم جنان يا تخدم بون تفك علي قال شفور جنان بون شنو مسلكها انا منين سلكها انا مت بالشر تطيب نساتو حاجه واحده ما نساتهاش الفلوس والشعر والله لا رزام اي قداش تحب سكر؟ ما نحبش حلوه برشا ماك تعرفني خمسه طويبه يزي فيه البركه خمسه هاو باش نحط لك زوز لداخل على خاطر الفنجان صغير وثلاثه لبرا عادي بيهم اشرب وقرمش يا ربي يا ربي يا ربي خلي لي اخويا الغالي انا ما فهمتش كان ما جيتش انت في حياتي انا الدنيا هذي شنو كنت نجم نعمل فيها ترى قلت ما لاباش انا اخوك هكا تو بري باش نسألك انا
قبل التغيير قبل ما يجيني زهيم كيفاش كنت يعني كنت طيبة حنينة كيفاش كنت طيبة وحنينة وكريمة ونهار كل وانت تفرني في الفلوس اللي فوقك مش ليك البارح بركة تشق عليا في كوارت مو خمسين تشتعك تشتعك أنا مثبتة مثبت يا ربي يا ربي رشتة ملي بلك خمسة وخميس خمسة وخميس اسمعني أما كالطفلة راهي زوالية شكون حزية؟ اي يزبك تعطيها 100 دينار وزوز كوارت متاع تليفون بو 5000 وباك الدخان خيطة كيف هي؟ ما كانتش أما ملي ولا تخدم عندك ولا ماهي علينا لك الوليد هذيك اللي معاها هي كيفاش هذيك اش نعطيه ما تعطيه شيء هذاك خلاصه ماكله حنش يجي كان على كرشه طب انا كنت نصرف اسمعي مدام راني نتعب تشدي يا وستوش ماهي بالقسم عايش ولدي بالقسم شوف هذوما 15% اي عشد تتعدى للجزار جيب لي 4 كيلو بطاطا تتعدى للخضار تجيب لي 2 كيلو لحم تمشي للفارماسي تبعني مليحة نتبع فيك رطل مقرونة فل نمرو 2 فل نمرو قديش نمرو 2 باهي تتعدى للترزي ترفي لي الكرشة عايش ولدي تمشي للفارماسي تجيب لي 2 ستيك ماء باهي تسلمي على خالتك مبروك هاي. وقلها لازم 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 تجي تطلع عليا باهي وتخلصي الماء في ستي هاكا ساهل ساهل عاود لي بوجه معايش ودي اش قلت لك نمشي للمبروكة نجيب من عندها الحم بعد نتعدى الستيك نجيب لك منها الماء ومن بعد نتعدى للماء نجيب لك الخضار بعد نتعدى للبطاطا نجيب لك 4 كيلو مقرونة نمرو 2 صحيتك فل لا لحظة نسيت حاجة عاد نتعدى لخالتي مبروكة نسلم عليها شفت لطفي تاو كيفاش لطفي. شفت لطفي هاي قوم فيسع قوم فيسع جيب لي زوز تساكر اللي وصيتك عليهم انا تساكر يا بنت مناش كنت نوصي فيك انا تاو انت قلت لي تساكر تاو زوز تساكر من المسرح عايش ولدي يمشي وينبو قلك مسرحية المرجع العمار قريب توفى لا 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 باهي هاي هاي قوم تحرك حسان وحسين نال الحم وانت السكين ايه ايه الباقي ما تنساش يا ميمتي زقية ميمتي خلوية زقية توجع فيا زقية كرشة توجع فيا مولدي وصلي أنا فديت راه من الحكاية ذي حتى أنا فديت شبيك راه لا ثم مصروف لا ثم سندويشتات لا ثم حتى شايرة الحوم حفظت أنا يوم قطعتني راه واش بيك راه ندور نخرار مرار نركم على الحومه اللي نحفظها الكل 17 دوضه صحيح 10 حماص بجنب بعضهم 34 بلاي هي. 4 بيبلينات منهم بيبلينات تخدم خضار وتكسيفون وتبيع في البطاطا والكلافس نعرف اي حتى التسجيح ما ثمش راهو تسجيح اسمع اش قولك مبطل هاي الفكر شنو بطلوا هاي يا عاد لو ديت شنو توا شويه صبر اليوم نهار الخلاص راهو اش بيكم تسجيح تسجيح صباح الخير مدام صباح الخير مدام صباح الخير مدام صباح الدقله وحلي ساره زي من البلاده شنو شويق لبسه تاع ابو سعديه تحرك تبرم شقر على روحك تحرك مدام وخيتي اش بك خجيتي لي مشني ساره لي راني حزيه ما نقول زي من البلاده بلا قلب حزيه بريق بارد اخي هذاك ساره به نشكو هنا مولدي يكفي مولدي يكفي لا كيفاش عرفتيني المولد معنا ما ثمش ترجيع سبيس بس هذاك سجعين باري شيق طب شنو هو توا الريقه ذي تويبي شنو كلام كل واحد مشيق لي اموره شنو هذا سجعهم شويه شباب سجعهم قلنا يزي من البلاده تهمي انا باش نطلع للسطح ننشر العوله يجع شويه شد بيا الصرافه لا 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 طب نشدوا بك نحن الصرافه ما صار انت غادي ما تكلمي من الاول ها لا لا نحكي معاها في المساء كيف حالك يا قاعدي ليه انا توا علي عايش بنتي علي ما لقيت ما تحط لنا كم فيلم رعب
دوزتش حبيت نحسك بلي معيشتني فيها ما تعرف لي منحبهمش فلي من الرعب تيختاني عدوج والله نارين وانا انت اللي شارجي فيه وزيد والله قصة حقيقية شنو نواه قصة حقيقية معناها البنية هذيك ملكينها اسم الله العظيم بالرسمية هاي هكا ما لقيت تديني شي 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 تجي تصور هذيك مثلا تصير لك لي كنتي ولا يمكن يجي ندرع يازي يازي اللي تعد عليك الملايكة تخليك كيكة ما ما سرورة ما انت شفت لي انا شفتوه يا ما شنو عادي شفتوه ضو شعل وطفي وحده والله يا اخي انا غالب رم كيفنا شبيك لازمهم يتعشوا ومثلا يرتاحوا يعملوا طرف سبور باش يبداو يخدموا على رويحهم في فورمه يا اخي سيروا ما باش يسكنوك فكيتش بالبلاد تو ما تزنيش العباد اللي عايشه معايا انت وخالك في الدار انا تو باش نمشي نرقد باش نرقد في صوره ما جاني النوم توا سير حطيتهم بفلويت بالكديه شو تعرفي صاحبك انت نعرفك بي فولا تي مولدي عاد لا تاني بدي خبيتهم في بلاصه وين يسكن الشيطان تزوز بفلويت راه شنو حاجه كبيره هاي بي تو كيفاش زوز بفلويت ما فيهمش كابل مولدي مش قلت لك راه بفلويت ويفي ويفيل يا اخي الفيل يعملوا بيه بفلويت والو اسكت علي خلنا نبداو وي هاي بري نتاعك المرأة راح تشرب تاه الفوق هاي بري لا بري يا تحركني تهنيني تاه تهنيني انت مين شكون بربي مولدي بانيني مرق واضح هاي بر ما ننزل شيء ها لا اه بر يا هي سارة تسمع فيها نسمع فيها أنا أصوات أصوات ربي مخافش تحب نتك بحذي أمار عايش بنتي بنتي مجي يجي وخد بعضي تعرف ما أنا خايف عليك نهز كيف ولي تستخايل مش تستخايل ولا لا اسمع بي عشان تخرجي ندرى مني مخافش نقعد نرقد بحذيك يا زهرة شفت وينها مش شفت يا زهرة يوينو هاني من نشوف فيه زهرة نستخيلوا بالعقل ما كتشوف فيها عايش بنتي قول والله بينك ربي كان شفته منيش بشي نخبي عليك سبحان الله علي البارح ما غمضتش عيني حتى لحظه ما رقدتش بالكل قالت لي ساره قالت لي انت وليت خايفه على الاخر وتشوف في الجنون جنون هاي بسم الله العظيم الرحمن الرحيم مجنون برك هكا خفت من فيلم الرعب ما نحملهمش حتى انا خاف منهم على الاخر اخرج من فوق هبط للفور اخرج قاتل انصرف يا ترى روح الشريره انصرفي انصرفي توتو وش عملت لي في الشيخ ايه تو لازم الشيخ بالحق تيجي بذاك صاحبك هكا الضعيف اللي ديما معاك في القهوه صحيت لبسوا جبه ولحيه وجيبوا 10,000 خير حكي كلها سويعتين من زمان عايش كي توتو سا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلى شكون؟ علينا احنا. طبعا طبعا عليكم انتم وانتم زاده انتم زاده. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم انتم زاده وعليكم انتم. هيا تفهموني شنو الحكايه يا اخت تهامي؟ شنو؟ اي الحكايه؟ اي بدي نفهم هبدا يفهم احكي لي يا اخت دوجة. احكي لك يا اخو. احكي لي مش نقول لك سيدي الشيخ، هي الحكايه بديت ما 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 ليلة سهرة أنا وبنتي، هو كل مقصوفة بنتي في تعامل ت 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 الفيلم دي رقر. شو فيلم دي رقر؟ معناه فيلم دورار هذاك هو. بارك الله عليك، سلم قرايتك بلا انجليز واصل. ايه ومن ليلتها لليل ولا نهار لنهار تقربي خيالات ببنت تتحل وحدها، خزين تتحل وحدها، وانا باش نقول لك ما عادش طايق الدار معاك وعملت ايه. كيفاش اوصافهم؟ اوصافهم مش باش نقول لك. اجدي دير حس فيه دي قوي ميك شبه شوية كخيالات، شبه أخويا التهامي ولا الولد أختي المولدي. شكون مولد الدار؟ هايك أنا مولد الدار. إيه ما مانيش أنا اللي شارجيته الفيلم، تني شارجيته كل مقصوفة بنتي. قاصدينك أنت؟ علاش عملت أنا؟ قبل الانترنت على فمها تطلع التليشارجمون لامها. طلعت لامها كهو. من الحكايه مخطره ياسر، تداوى سيدي الشيخ ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم بعد عليها على ساقيها، بعد على ساقيها، بعد على عينيها، انتقل لا قول عاود وراه. انتقل لا مستقفين العليلي، مستقفين العليلي، هكذي لازم سيدي الشيخ. شويه ثلاث ايام سيدي الشيخ يكفي. يكفي ثلاث ايام باش ننظفوها ونفورماتيوها ونعاودو ننصليوها. اي باش تعملوا لها نطي فيروس. يتكلف يا اخت وهامي. لازم. هذا يبخور من المغرب ولا شنو؟ حاجه تشبه. باهي سيدي الشيخ باهي. اللي مدبش انا وبنتي ونمشي وحده امي. اما شرط وحيد، ما نجمش نخليك وحدك، نخلي بحذاك ولد اختي. ما تخافش عليه؟ ما نخافش عليه، هو بطبيعته متله وماهوش في العالم هذا جمله. حتى هذا امه تيليشارجاتو. ما تلزنيش للكذب، نكلمها في التليفون ونقول لك. ثبت. الو جاري زو، هاي باه لاباس خالتي؟ وينك؟ هاي اسمعيني، راهو الشيخ قال لك نزيد نهارين اخرين عجل كمل الفورمات الدار ويعمل لها السكافاش تو الكوسومون تاعها. باهي هاي راضي عاد خالتي، عاد ماكش صغيره، عاد تاني امورك واضحه. هاي هاي عادل صار عادل. الو صار اسمع راه كوري يحبوا يزيدوا نهارين، راه هاي نهارين. تصرفي يا بنتي، دوخيها قصريها وضربيها بمقص، طلعيها فوق بلاص ودزيها واكتبي ورقه انتحرت وحدها. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. يا ربي ان انعمت فزد، يا ربي الحمد لله الحمد لله. شكون هذوكم اللي في الكوجينة؟ أنا كوجينة يا بنت. هاكم هو شوفهم قدامي. وانت فاهم فما حد في الكوجينة. الحق بولدي ما فهم حد في الكوجينة وانت شوفي فيها. يا هاكم كثروا ولا برشا 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 يا بنتي تستخايلي يجزي عاد. شو جايبك انت ساعة؟ مش قلتي نهارين اخرين وتجي حتى كامل الشيخ؟ هذا الشيخ ما يصلح حتى فرنك هذا. حق تقول على الشيخ. يعني فورماتي لك في الدار يا بنتي، يا فهمي فورماتي في الدار. خرج لك في جنون، خرج رقاه 260 جنة. بسم الله العظيم تعرف قعدوا 60 خرج فيها. بسم الله حتى تعيش ولد اختي ورد بالك لا يلبسك جن. خافيش انا ما يلبسني حتى جن. علاه؟ خاطرني انا دوبليكس يا ما نجمش يلبسني، فهمتي؟ بسم الله العظيم احمد الرحيم. بسم الله هيا توا خاك المكان.
السلام عليكم. شكون مولا الدار؟ انت انس ولا جان؟ انس. لا 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 شوف فيها شكون مع شكون تحكي يا اخي؟ خاطي بلتي يا اخي. اوه شنو انت تري في حاجه؟ انا ما فهمتش شرطه معاك يا فكروني حلزون اسكت يا اخي. حتى هما عندهم شرطه؟ هاي عندهم شرط. هذايا فرقه مكافحه الانس عام السيفيل. ما تشوفيش فيه لابس بالاحمر؟ استعد يوديك مش شنو الكلام هذا؟ يا وما عندوش تركي والكي. هاي وما عندكش بالرسم؟ عندك فرد باي؟ هذا شنو؟ قلت لك سامحني يا اخوي فرد من الزوز. هيك بس روحك وانضباط. يا مدام انت متهمه زوج تهم. التهمه الاولى هي الاعتداء على مواطن اثناء اداء مهمته، والتهمه الثانيه وهي الاخطر، تهمه كراء محل دون اعلام مسبق، وهذه حسب المجله الجنائيه انت مطالبه باش تمشي معايا للمركز. جنون شيخ نشوف فيهم تقول لي ماهم هما. الله لا تربحك يا مولدي، الله لا تبارك لك، الله لا تربحك. هيا للمركز تبعني. تفضل يا حلزون. رجعت في وين رجعت؟ هاي مولدي مولدي. نعم. انت مالك شكون؟ شباهي؟ اجا شوف مانيش نكذب عليك، قالك مادة الزطلة هي جزء منشف من نبتة قنابل هندي. شكون اللي قال؟ الريسيرش شي مولدي. سامعيني معناها الهندي كيشيح يولي شوك، معناها هما تو مانعين الشوك، علاش يمنعوا فيها مال؟ لأنها تسبب شلل نصفيين في المخ. بالله سامحني، هاو الهندي بيدو يعمل لي شلل نفسي في الكرشنا. ها ما شدوهش عليه. اسمعني، جبت لي لوحة وسيد كريم. علي يا مولدي خيط، واش حط غادية؟ تحبيها سلعة كلخة مالها؟ سلعة ورجي مال هذي، هذي سيدك شيختها دوزونام. كيفاه؟ تشيخي بالريحة متاع البوتنسيال، وتشيخي بالرقطفولوجي. لطف عليا، مش بيك باش نتكيفها أنا؟ مالا لا، جايبها لك باش تمشي تزرعيها أنت وتوهمي وتبيعها في مارشي الجروب. علاش جايبها لك؟ مالك مش باش تكيفها ومش باش تعمل بها حتى شيء؟ تي ليه؟ ما نحبش نروح نسكيما قدام صحابي، فاكين سون فريمون فان بالزطلة، وأنا ما نعرفش كيفاش حتى يستعملوه. بارت هذا سيدك اللي قدامك العبد الله هي. عندك حاجتين، يا ما تولي بها فان، يا ما تولي بها فار من العدالة. توا مولدي كي تبدا مسخ. شكون اللي مسخناه؟ تي ليه؟ هناك نبدا مسخ نمشي الحمام يا سيد. ليه مولدي نقطة كيبلة تحليلك مسخ. اه تحليلك حاجة أخرى. شنو عملوا لك؟ كيبلة تحليلك مسخ سيدك. تشدي عام وفيسبا. بابا العام لوجيك؟ اه. هما كي اللي يبدا ما عندوش حق فيسبا شنو يعمل؟ هزل لهم ترونتينات. اه. تو تغوش بيه أنت. نورمالمون راك سامعي بها ساعة ولا حاجة. باهي. أمك هذاك. شت أمشيو أمشيو. هيا اسمع أطلع وريني في البيت كيفاش نعمل. برا طلع برا تو نعطيك التطبيق كيفاه من بعد برا. اسمع كنسألوك على هنا. قول لهم مشوا لهنا باهي. حتى كندخلوا لقوني تنقول لهم مش أنا. ليه بالحق مالا تفرهيد. عرس خرطر. طب أمي معقولة؟ صاحبتك اللي يدخل يقولها مبروك لولدك اللي هذا يسخيل ولدها شبيه أمي ميخذ راجل أصغر منها بخمسة وعشرين سنة توا كلام هذايا. محسوب ماش تحبها تختك شايب كوب باش تعمل بيه. على كل حال الحمد لله أنت تبع لك ربي ماشي باش تعمل عمرة. ليه أختي كنت كافرة؟ ليه حاشيك مش كافرة؟ أما يزيكم من هركل جدي في جرة الرجال هذا باش تملك عليه، هذا باش تخطب له، هذا باش تعمل معاه وتية، هذا مش معقول الحقيقة. بروميير تيمون أنا عمري ما زريت في جرة الرجال، هما اللي يجروا في جرتي أنا ما نحبش نخزر لهم حتى باش طرعين. وثاني تيمون أنا هاني شادة في سعيد الزازان، راجل تقي يعرف ربي ويفركس على مرا حاجة. واه؟ صار هذاك علاش أنت ماشية تعمل عمرة؟ قومي قومي بار طيبي لي قهوة، خليني نمشي نشوفك المولدي عنده السيجار وما عادش عندي سواقر. هو قال لك يتم شربها اما عبر التدخين او الشيشة او المرتبات او القهوة. في الرسارش هذا اللي خرجتيه؟ بنقول لك حاجة، والحاجة هذه ساعة برنامج تاع طبخ. ثاني حاجة راهي الزات لما تعمي حاجة راقية جدا. المهم تجبد السيجار ومنديك من هذايا ماذا بيك مندي على الاخر. عليه؟ عجال دوب ما تعمل الكمية الأولى وراسك الزنزن وتصوتي وتعمل إسكال للمغرب. مش قلت لي هولندا؟ يا بنت السلعة تاع اليوم من المغرب مش نعمل لهم نه بيه. فهمتي؟ ومن بعد تجبدي ورقة واسعة البياض عيدي ورايا واسعة البياض صحيت
تجبد السيجاره المنادي اللي حكينا عليه، ماذا بك الحشائش الطبيعيه تكون على مستوى عمودي. عليه تبدا تفتفتي على مستوى عمودي. عليه عمودي والله انا ثانا ما نعرفش، قالوا لي عمودي. فتفتيش كيما هكا تخلي السيجاره هذاك يستنى، ناخذ النبته العجيبه نسمى به جوينو. واضح؟ عيدي وراي جوينو. جويني صحيت. بعد تجبد كيما هكا تحطيها وجي لنا تفتح الكل. وقداش نحطو يا اخي؟ باع لي كيكة؟ باع لي كل قدر وقدره. فما اللي يعطيها اسبوع بعشرة، وفما اللي يعطيها جوانه بخمس، وكل قدر وقدره. واضح؟ كل قدر وقدره صحيت. بعد ما عملنا العملية العجيبة نسلو كيما هكا الحشائش الطبيعية، نشدو سيجارو كيما هكا ونبدو نعبو. نعبو عبو راجل لنا يتعبى بكله. انا ما فهمتش شنو يا الصنعة وشنو كيفك انت كي نهار كل تعبي وتفرغ في القوارو. اي ما هو عجل امي في المعمل تاع الدخان يبدو يعبوا في السواق، وعبوهم برشا 6.5 نيكوتين وهنا 4.2 نيكوتين. نفرغ منه شوية عجل ولي خفيف ويعمل كيف. يسلم قرايتك يا ولد بنتي. اه تراها تلعب سيجار وراسي زنزن وعيني ظلام. تيه تيه اه والله كاتب لك اه تراحت باش نشاح. لا 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 عايشك حلو مراني ما نحملش ريحة دخان في بيتي. اه ما تحمليش ريحة الدخان، اما حاملة ريحة السفش لحذاك. أمي أمي يا خشبيه مندي ولا كيفاش المولد يا ذا دخانة ديما مندي. أمي أمي نعم يا اخي علاش ما تاخذوش سعيد جداج ذا؟ والله ما شابه محلي يقتل. لا لا دبر على روحك بري خذيه انت. عليه جبنا الحم جبنا مرقيز كبدة الكلاوي. هاي تعطيني 10,000 طن خرج لك من ما عندي شكون باش تاخذ كيف انا ناخذ الجزع تو ناخذ انا بالقاسم الحوات خساره امي والله ماذا بيا ناخذه سعيد جزار مزيان. اما انا مشكليني ناخذ واحد اسمه منصف وجايبه منه طفله اسمها المولدي. انا هاك الاصلع القصير ليه محليك تعملي بيه؟ اي والله مالا ماخذة بالسلكي بعيد عليا الاف الكيلومترات ويجي مرة في العام ومرة يجي وعشرة لي. هو كي جاي من اصلا الواش واجي طلع علينا عليك انتي. اوه شامل بيك امان امي بش يقطع البحور والبرون وجاي طلع عليك انتي وخليك لهداري اللي غادي ليه عليك هكا امي. امان مولدي والله يعيب عليك على عملته مع حلوم. معايا انا بربي ما مع شكون هو انا وياك هاو في البيت. الحق الحق ما يجيش بلاش نو ولا ما يجيش تو انت نورمال يجي حلوم تسلك من عبد اخر. راني ولد بنتها ترش من هي ولد بنتها. وزيد انت لو لازمك تبطل ها علاه؟ ترى خاطرها تباهم ولا قول في حالتك انت هي لا تزيد لا تنقص. مولدي قوم اذا ما نروحوا بكري باش نرقد بكري ونقوم بكري. ترقد بكري تقوم بكري الناس بكري انت بتبيعتك شبين انا منقاله عشان قومك. هيا عاد صباح بكري باش نهز حلومه ودوجة عندهم قضيات. اه حلومه عندها قضيات تي تو برك كنا نحكوا فيه الموضوع. قلنا حلومه ما تقضي كان من عندنا خاطر الزرقة القصه نتاعو صغيره وزاد السلعه نتاع الجعبوق نتاعو مش تخدم شبيه. تي قوم بلا تخلويط قالوا جعبوق درشنيه واحد شنو الكلام هذا منين تجيب فيها المنطق؟ وبجاه ربي برحمه بوك الليله ساقيك تغسلهم راهو خشمي كبر من ريحتهم. خطيهم ساقيه ساع خشمك انت الكبير نورمالمون راهو سلطه فراح كتب عليه التهامي لافراحكم ومسراتكم. اي ما يزيش البلاد والركاكه والوسخ وزيد قله الحياه وقله التربيه مع البهامه. قاعدين نعيشوا كالزبله في بوباله هاتوا هامي ننصحك بالرشر يا منقاله.
ريما شفت صوتك في التليفون يا سارة. اه مشينا تهلكنا صحيح ما عادش عندنا شكون باش يصرف علينا. شبيك فجعتني شفما وين يا زيت جماعة السبيطار هي ذيك في بالي بها حلو ما داخل تعمل في التحليل ايه؟ ودوجة تعملك وتركز للفرملي وهو عليه عليه مو جاي يعملنا في التحليل نقبها كل كسكاس خمسة مرات باش يلقى العرق وعاود ضيع الدبوزة يعاود يرجع لها وزيد يعمل هكا وزيد خمسة مرات يقبل العرق مرة أخرى عليه روزاتا يا أخي هو مو دم عبيد مو هذاك اش قالت له دوجة هي جاوبها قال لك ما عجبكش برا الكلينيك بربي والله وعينك ما ترى إلا النور آه المشطة والكف والبونية وحلو ما تعض في الماكسيون هي وانتي شعملت شو شعملت أنا اللي فضيتها هاي بيه كيفيه مش جبت الحاكم هي وصفات فضتش فضت على قاعدة صحيحة تهلكنا عليه عملوا له بتحليل أمك تعديت استنشاق ومن ماتك تعديت استهلاك وانتي أنا قطعت لعديوها لي ترويج وعلي أوه أنا دوجة عقب عمري جرى فيها هكا نتوقف استنشاق ليه عاد ليه تحمدي ربي بك جاك في ليلة في جيولوج كان عليه اعتبريت تبدي الجو لا ملا جو بيتها واقفة عيني ما تغمضوش نخمم في بنتي شباش يجرى فيها شباش يقولوا علينا الناس شباش يقولوا أمها حلومة متكيفة ودوجة استنشاق يا حمد وربي مولدي ما تعديش ترويج ها؟ شي شي وانت حلومة لو استبيت مين الحاكم قلتي هو يتكيف لا 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 أنا ما عندي ما قلت أنا سألوني قلت لهم عندي ولد بنتي راهو نهار كل يعبي وفرخ في القوار ونسعد كي نستحق نمشي نزم من عنده قويرش كان عليه ايو كان صبيت بيه وهزعام وشنو جيب ربي هو ما عاد شعام ولا خدمات اجتماعية وزيد عيب عليك السلام عليكم انت لا شنو حويلك مولدي الحمد لله انت لا مولدي عيب هذيك مامي مامي صبية هذي صبي للحاكم ثم انتجي خالتي بالرسمي بيحس بك كان يعفس عليك صدقيني عام النظافة حاجة غير عادية في البلاد مش محسين بينها والله احمد ربي لقيت خدمة صدقيني يا خالتي مش يا ماني تعرفي اللي تعيش سيجارو اللي تعيش ليناتا اللي تعيش دبوز بلاستيك حتى حد مش حاسس بيك ونا بالرسمي عرفت قيمة خدمة ذيك خدمتها وقدرتها على الاخر وربي معاهم وربي وجههم في الصواب انا نعدي العام متاعي وبعدها ونخرج على روحي اما تعرفي كان عديت عام متاعي وفسبا ذاك خير الاخر العام يتعدى بالباهي والحلو ما يصيرش انت عدي العام وتوا هي تهز سوق الفسبا وانت خذي ترنتينات مولدي شنو حوالك وليد خالتي علينا بربي من على شكون انت بلاش من حوالي بلاش تزر مش ماشي معايا الجمله تحكي لي على حوالي تحط شي في بالك توجي نهار وتتحل شويه صبر وبررة صبر شنو بالله الخدمه اللي نمشي لها يطردوني بالله تقول لي زهر شنو مولدي تحب تفسري اللي انت خدمت قبل ما تحقرنيش راك نعطيك البي سي في نتاعي تشوف العافة لعينيك مخك يتكاخر ناب الخدمة اللي خدمته تنا الخدمة اللي نخدمها ما فهمتش علاش يتسبلوا علي اخر مرة خدمت في رستوران طردوني على حاجة قدك ما علاش طردوك قال العارف بر مش يقرأ الفريت مشيتنا نقل في الفريت ايه هزتني عيني رقد تحرق هو علي العبيد قدر جيعانين طردك على الطرف فريت تحرق ما طردنيش على الفريت الرستوران كله تحرق ها هاي هاي باه اختنا من ذاك الكل خدمت في باركينج لا عاد هذه سهلة شنو خدمت عساس ما هاي عساس وباركينج سهلة عندك انت هاي؟ مع الشعب الفوضوي هذايا تشبيك راه ما همش منظمين جملة الشعب هذايا نقول له حط منه يجي حط من تقول لي انت يا باركينج سهل الحقيقة منظمين كل حاجة بنمروها اي واحد يحط كرابته في الليل ويجهزها في الصباح كل حاجة بنمروها اي واحد يا بنت الشعب ذايا فوضوي لين ما عادش تلقي ساعات بيان فوق المادة كي وتلقي مرسيدس عدوش يدخلها للصالة وتلقي الاخر حد كرهبته في الصعدة تاع البلاص
عد بشي حطها في بيت النوم جمل وتقول لي انت نوامر وحافظينها عملتك هي نظمتهم كيفاه؟ جيت كل واحد كتبت لي بالدهن على كرهبته نمره وي ووه اي باش يتنظموا ما عادش كل واحد ياخذ بلاصه الاخر بالدهن على المرسيدس والبيامات مالك باش يتنظموا مال ولا يسلم قرايتك وليد خالتي انت حتى القرايه ما عنديش فيها زهرنا قولي زاد شادوك تفاسكي مش شادوني نفاسكي نا تعرفيني بهي مش نفاسكي لا جمله صحت ها سيدك من سيدك جاتني الاستاذ قالت لي ذهبت في زياره ميدانيه الى مكان لم تراه من قبل انت والعائله سف ما شاهدت قلت لها عمري ما مشيت مع العائلة أنا تعرفي خط تبر تهزني أنت لا هكا ومانا ما نكذبش أنا صريح مظلوم والله مظلوم ما تحط شي في بالك مولتي أنا والله نحس كتو بوكو دو تالون كما تالون تشلاك إذا كنت رفيت تالون تي ليه معناها نشم اللي عندك بوتنسيال غريبك في الشاميتي ونمزت كده وشت البارح مولدي نقصد عندك موهبة نجم تتفجر في أي لحظة نجم نتفجر عليها إرهابي ها بنيتش بك لسقتني هيك الصالة واسعة وعريضة و ما انا با فرنسا نحس في روحي وحيدة فريدة شريدة حسسني بالدفء العائلي يصير بس الدفء المهم ما تكثر شي برجع باش ما تتحرقش عايش بنتي ما دي منحسك بعيد عليا وما تحبنيش وجايبتني من الزبلة ذي كان في اخر الناس وصعب نشتاك نجيبك في المسامح كريم يا ماما يا ماما على تبهنيس بنتي يا ماما هيقعد عندي هيقعد في حضن امك هاي ليلي ما بالحق ديما نحسك ماكش فخوره بيا قدام صحابك والله فخوره بيك شكون قال لك العكس تي لينا نحب نعمل هكا فازه ردك فخوره بين الامم الكل الامم الكل فخورين ومتهنين ببناتهم الا انا بنتي خرطرطشت على طرب وفلس اشتي حجينا هيش ما مش ديما انت تقولي عندك هكا انرجي زايده لازمك تفرخها صحيح قلت يعني انا قررت باش نفرخها في شتيح هي شتح شكون اللي شدك اطلع لبيتك اتحزم ونبي مولاك الوي 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 حتى الدوخ حتى صبوا عليك الماء عايشك ما يا ماما يا توجه برجوليه ما عادش مساعدني مانيش لاقي راحتي في دارك يعجبكش الدار دار يعني نوكل انا نشرب انا نصرف وانت اللي متقلقه هذاك علاش ياسر عليك يلزمني نلقى حل انا لقيت خدمه انا خدمه شكون بدي على الخدمه عادش تبدلي على الخدمه راني نقولك نحكي لك على المولد ياسر ياسر يقحف نهار ربي هو مد وجهه في دارك ياكل ويشرب قلقني خويا مانيش لاقي راحتي جزار يعظم على مراكزي طنجره تطيب بيك ولا بيه الخير موجود يزي برك تو مسيك نهار يلقى خدمه وينفسنا ان شاء الله من فمك الربي يلقى خدمه يتنفس هو ونتنفس انا في دارك شنو هي الدربيك هذايا جيرانكم عندهم عرسه اسمع هاني باش نمشي زعما نهني هو كيكا فماش ما يسموني في صحاين كسكسي بالزهومه اقعد اقعد هذيك ساره عندها الالرجيك بزيد قاعده تشتح شنو الالرجيك تداوى باش تطيح مش ليه قلت لك لا الالرجيك اخي ما تفهمش عندها لا الالرجيك بزيت في بدنها اه لينرجي لينرجي الدنيا دي بتحترم بس اللي عنده فلوس اما اللي احتاج لها بتذل فيه هو الدوس يا سانيا الله يا مانيا الله مش بك تعبتي؟ تعبت طلعت مش سهل المشي لبنان ها؟ لبنان جملة؟ هي خي مش قلتك الفرقة اللي باش تربح باش يهزوها لبنان؟ يا معلم نمشوا لبنان تحلو ليامات معانا
نار في كباري، نار في حي محمد علي، نار في حي اي 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 في بالك سهلة يا بنت النجومة على قاعدة غديك ونجول تونس بلد التاني يا معلم لهنا ازيك يا مدير وتلافز وجرايد والجو يحلى على الاخر وانا نولي اسمي سارة يوسف وانا زادة ثانا نولي اسمي طاني حداد خوفوز النجار شوف ونعمل فرقة اسمها انا سروره والاقرع لا يا بنتي لورورووي لورورورورا اسمعيني تسمعها فرقه بوالفين ها وعليش بوالفين مش مطيحوا على بو دينار وهو هكا وهكا بالفين اكثر من دينار وانت كيفاش طلعت هذي ايش بك في بالك بهي هيا ارجع ارجع امشي ما عادش وقت امشي ويلو ويلو يا سواد الليلو لما مازالت عندك انرجي برشا يا خالي لازمنا نترينيو خاطرنا ماشيين لبنان لبنان هاي خاطر نحن باش نشاركوا في برنامج تاع مواهب واللي يربح باش يزور لبنان ونولي وندزوا في الفلوس بالركبه يا بابا مشوا بالركبه كاهو بالمشتى وبالكف وبالبونيا وبكل شيء عاد شبيكم ما شاورتونيش لا اصلا انت لا تعرف لا تغني ولا تعرف تشتح صحيح وزيت نعم نعم هاي هاي ناش نعم نعم ما تعرفش حتى تدربك انت بالله هاي انا كنت قدوة في الرقص الشرقي خاصة في الترعيش هاي تطلع لك الرعش وكد اللالي وكد اللالي واش تايبو واش تايبو وكد اللالي صلي وعلى نبينا أمي تي أمي نكلم فيه تي نعم أوه يا أمي أنتي ما عادي بتشفى فيك كهليل العيد يخليش ما تيش بحذينا تطلع علينا شو عندك تعمل ليه يا نعم في فوتينك ها إخي كتول المولدي من الشم في ريح دوينة راسي زمزن ما عنديش دخان برا عاد مش عفناش من المرة اللي فاتت أمي اختنا من المشاكل عايشك شو مدخلك قلت كتول المولدي وينة خرج هو سارة عندهم برشا امتحانات قالت عندي امتحانات ولا شنو وقراية باش تعمل كاستينج ولا حاجة هكا حسين ربي نجح أمي خش عجبك فيه البرنامج فروخ تتراقص لخير فيهم لفي والديهم كان عاتي ربي لوقت امتحانات لين يستقر على رويحها مش تشتح على طرب وفلس اسكت يا ستي خليني نتفرج نتعلمك في شوية تكنيك تكنيك؟ أمي تخش حب تولي رقاصة حتى أنتي عاد شبيه كان وليت رقاصة ما هو خليفة اللي يصلح في العجل ما يحب على واحدة سبورتيفة ساعت باش تاخذ وتقوم تشتحلو أمي هاي مس يا أخي ذاك مش طفل المولدي أكل مبزبز ربي يوم يخطاني يخلق مش بها 40 اش هزوا المولدي للتلافز لا عاد يخلق مش بها 41 وهذه كما هيش بنتك اوه سارة مادام قهوة سكالة قهوة قول قول او هذا مش قهر يا ربي نوكلك انت نوكل فكرونك مش بك توكلي في السكالوب ودي تاكل فكرون يا خالتي افهمي افهمي ريتي الفكرون هذا حيوان عاش بياكل كان سكالوب هنا لحم ناكل كان الحشيش وكل شيء فهمتي؟ شو تقولك عاش ولد اختي كان تعمل عقلك في مخك وتخمم كي خلق ربي الكل وش فركس على خدمه خلنا توحشك شويه نهار كل انا وجهي في وجهك والله خممت 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 ايه هزني النوم رقدت يهزك العام ان شاء الله علاش ما تعملش مشروع تزوج منه وتلف فلوس والله فكره شو تقولك نعمل مشروع كايا رستوران متجول قار قولي انت باركينج نتاع براوت حط فيه برويتة تعمرو برويتة تعرس لوز برويتة تعسيت رمادة وظلك الذبان ونعم بعد فيه هكاية ومن بعد نحط ليه هكاية متاع حلويات برويتة كبيرة فخمة ونحط في الاخر برويتة تحتاي وتسرب التاي للمواطنين عجل المواطن اللي كلاه الكل لازم يهضمه في الاخر اش قولك خالتي مرة مشروع قلتش قاعد تخمم فيه هذي عندي برشة هاي خالتي كورجي وتدخلي معايا شركة؟ بيش بندخلي معاك؟ تدخلي انت بالمال هنا راس المدبر وكاكا ولي عنا راس مال فهمتي؟ نخذ لك نال مال
ونعطيك عجال البرويتة وكك المشروع يمشي على العال ونسموه المركب دوج دوج ومولد الجرثومي للتغذية الصحية شعارنا لبدن نحب العفن. ورسولي دختي انت اكبر جرثومة عرفتها البشرية. بقى خال تسمحي نسيب عليك من هذا كل بالله سؤال عليك بتقوى الله شنو الفرق بين هنا والفقر النظري؟ لا الفرق واضح، الفكرون فكرون على روحه وانت وليد اختي حيوان على روحك. والله مرة واحد يعرف قيمتي. نحبك. وانت سارة؟ سارة لا والله ولد خالتي. سارة 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 نعم سيد مولد. نجم ندخل من فضلك؟ نجم ندخل من فضلك؟ يقعد. لا قولي ادخل. ادخل. اهلا ساره وينك لاباس؟ شنو احوالك؟ شنو امورك؟ جاوك باهي؟ اسمعين اش تحب؟ برجولين نحبك دبري لي خدمه. علي تشوف اكسيونير في بيرو الشغل تي هما عبيد قطيعهم كامل ولاباس عليهم في مخاخهم وقارين وما لقاوش الخدمه تحب تلقاها انت؟ هاي ما قالت لي دبر خدمه مهما كان الثمن وهي ثانيه اللي باش تخلص لي الثمن. مايكي ولد فيها فلوس مرحبا بيك سي المولدي تفضل. نجم ندخل؟ تفضل تكلم. دش بالحق قلت لي تحب تدبر خدمة للمولدي. هي صحيح هي. نحب ويتلف وجهه بالدار هذيا هكل نحط فرش في مسلسل هو يجيب حذايا يمرجلي الكبيدة ولو المسلسل يبدأ في الحلقة ألف هذا شكون؟ هذا يقرب لشكون؟ هذاك علاش قتلوه؟ هذيك أخت شكون؟ وبعدين يقول لي المرأة والرجل هذوما دخلوا للبيت سكروا الباب مش قاعدين يعملوا ليه ما الرجل حقيقة وبهم بهم بصدك بصدك ذكرته ضعيفة ايه ما باش دبر له خدمة رأي صعيبة شوية اذا كان يزمك تطيح وتعاود تبني على عظم ميساش ميساش لازم لازم ايه وشنو هو الخدمة تحبوا يخدمها هي خدمة انا الحقيقة الحقيقة توهمية نهار الكل يدور وياك يدور وياك تحسوا بشكل لي راسي دبر له خدمه في ريستورون هكاك على الاقل يروح متعش. لا هذه صعيبه شويه ماك تعرف السي في نتاعو الريستورونات والباركينغات. لا ما توي ما عايش خويا عاوني خلي يلقى خدمه يفرق. باهي باهي عندي صاحبي عنده معمل نتاع دويات ونبعث يخدم عنه. لا دويات لا تحب نبصيوه. جود مورنينغ موليدي. مورنينغ Good morning. يعني قلت morning. مش مورغ يا ودي مورغ هذاك راك فيه. Good morning Molly. ما أنت صباح الخير يا المولدي. باه صباح الخير. بالله سمحت. خلي صباح الخير ما 3:30. شي يومك فيه يا خويا. احسبنا في انجلترا احنا تو صباح عنا. انجليز انا وياك تو. باه اكس. How are you Molly? لا اله الا الله محمد رسول الله. تطيح الاقدار اللي نعم نحبوش. شبيك يا مولدي؟ شنيا هاوريو؟ هاوريو شو؟ عملت عليها ريسيرش قبل وريتها كلمة زايدة هذي. هاوريو انت؟ هكا تو متحشمش مني خالد. هاوريو متهور. هكا. هاي. هاوريو معناتها شنو حوالك؟ الحمد لله بالحق. سامحني خالد وانت شنيا حوالك؟ I'm fine. I'm fine. Fine. Only where is the kitchen? For is the kitchen. لا kitchen. For is the kitchen. لو انت عامل عملي فور كبير. What is the kitchen? Where is the kitchen? باي ترى عاود ترى. Where is the kitchen? Kitchen. 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 اسمعني اسمعني. اسمعني عادو خلي تو شنو عامل عليهم ريسيرش ران. Kitchen. معناها لبابو وبدرون معناها حاشا قدرك. بالله. فهمت؟ لك هاي شكون علمهم لك هذوما؟ علمتهم لي ست سعيدة. شكون هي هذه ست سعيدة؟ نتاع الفرنسي. هاك هاي باه نسلك سؤال. تفضل. واهي شنو هو؟ واهي 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 يا وخياني لاف ذا جيرل كواني. السؤال من هو الكوا الاخر؟ انت بالله كويتني وشويتني يعطيك كي وشيء. باه نعطيك حاجة أخرى أنا. تفضل. I am a hero. على من ستهير يا هذا؟ A hero
بتونس الخضر ماي كونتري زاد عن لوفي هنا كونتري هنا كونتري هنا كونتري يا بلادي. عرفت شكون اللي كانتر انت ساعة ولا لا؟ شكون؟ الناس اللي على الحدود اللي جابوا في الجزائري وجابوا في الغاز وجابوا في العجالي هنا كانتري. You know? Somebody told you how much I love you to Hamis. ايش قصة سخانة؟ Yes. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. She's very well. اه؟ سكر فلسة تاع السروال. Listen to my song is a beautiful girl. Somebody told you how much I love you, tararin. How much I love you, tararin. Somebody told you how much I love you. Somebody told you. Somebody told you. You. To hear me. Yes. I love you. Hazara. Hey. Dush dush. I love Lemmy. You. الجوش جوش وتهني بالبوش بوش وتهني بالفوش فوش somebody told you how much I love you أيها I love you how much الاسبرانس قريب يبدأ نمشو مولتي ها أمانك ما تنسيش كي تدخل للمدير مش تجي تقعد وبعد تقول النجم ندخل هذيك الحكاية تقولها قبل ما تدخل من البيت بيه وكيفاش تغزر له هكا مولت هكا مولت بيه ترى هذا المدير وين تغزر نغزر لن كي يبدا هذا المدير نغزر لن كي يبدا هنا نغزر غاد بيه مولتي ما تغزرلوش المدير المهم احكي معاه بيه لازمك تدوش على ريحه البوتنسيال تهني امورك واضح اسمعني نسألك كويستشن صار اسألني كويستشن مولتي تو كان يولو كذا يا سيدك يدبر خدمة علاش مش تنسى كل حملة نولو كرا وكنا نخدمه خاطر مش كل عندهم تيغان فافوغابل كيف كنت يطلع عليهم من يولوك صار بالفاندرابل زيد 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 السوية الشعر هذا يستوي مولتي ذيك عندي اربع سوية يعني جبت فيها شعرك احرش باهي باهي وشنية ذي نعمتها تو لك لك دو ولا لك ام يزي من البلاد باهي وهذي ظاهرة عاد هذيك شنو صاروخ باهي وهذي هذيك بلاك 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 تو انا باش نعدي فوتتين تعمل بلاك انا نعطيها مبارك ونمشي له نجيبوا له بلاك نحب الزكاتك مولتي ها ما اسموش فوندوتان اسمه اونتروتيان ها فوندوتان باهي مش مشكل مش هذا ايش نوع هذيك السيخ السيخ عالرجال يا مريم رجلك مربوط القى خدمه المدير ولا يموت يا مريم رجلك مربوط القى خدمه المدير ولا يموت يا مريم رجلك مربوط القى خدمه المدير ولا يموت هو البقوس هو مولدي كمان بيوتيفول بوي هلا بيبي يا للا خمسة وخميس يا للا حوت حوت على ولد اختي تبارك الله تبارك الله ستاند اب مولدي لا لا سامحني الفلوس مش خسارة فيكم لا ثانك يو سيستر الله واحد الله واحد خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس حوت 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 من ليه راك عطيتو لي ليكيب بروفيسيونيل يس فيري شور يا ربي يا ربي حل البيبان في وجهه يا ربي حل شبابك في وجهه طول وعرض يا ربي ثانك يو سيستر ثانك يو فيري ماتش اي دوج اطلع له عاد بحق التاكسي من ليه تاخذوا اللي تحبوا قلت لكم ثانك يو ماي فادر مولتي شطار التاكسي مارك واضح شطار شطار ليه هيا مولدي ما عادش عليك وقت ربي حل بيبان في وجهك جو مولدي صحيح جو مولدي قوموني غدوة الصباح هوجي هلو ماي فادر هلو 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 بولد اختي هلو مولتي 850 دينار ضربة واحدة والله كذا 850 دينار شهرية يس مولتي محنك حطيتهم باسم دج دج خاطر هي وقفت معاك هي
قال لك كان بيالا بس مش كنت حبت نكتبها لك، قلت لك اكتبها لي بس مدجدج، هي اللي تعبت عليا وهي اللي ضحت معايا مش خرجنا في احسن حله. كمبيالا انا ايش دخلني في الكمبيالا؟ ما يا خالتي انا مشيت بحذر الحانوت، قال لي تعرف تذبح؟ قلت له يس. قال لي ما نعرفش نمشي ناخذ دخان نتعدى نعم نطلع على المراه نرجع لك نكاك ذبحتهم الكل. قلت له باه نهاك كماشي نذبح تليفوني تاح صار شنو مش كلمكم نقول لكم راهو بدا يخطب فهمت. نحي ليه الخيط في ريجلاتور ولا في ريجيديناتور هذاك شو اسمه ونحط ليه خيط تاع السرجان تاع التليفون. قعدت هكاكا ذبحت لهم العلالش الكل. من بعد تذكرت لي انا ما رجعش الخيط تاع الفريجيدان. رجع مولاي الحانوت قال لي اش تعمل؟ شبيه الفريجو مش يخدم؟ قلت له عجبت تليفوني تحت سارج. نحيت لك الفريجيلاتور وحطيت لك السرجر تاع تليفوني. ايه قال لي الحام متن. قلت له وي الحام كنتن مالو الا مالي صحيح ولا لا خالتي؟ صحيح. قال لي مالا تعرفش كيفاه؟ شادر كان بيالا هذايا بس مش كون نحب نقيدها. قلت له بس خالتي اللي تعبت علي. قال لي هذايا حقك مش تجيب لي حقي. قلت له لا دادا. قلت لي خالتي دبر خدمة مهما كان الثمن. يهلكك يهلكك. موني يا صحة ليكم، وشكون ماشي معاكم؟ خيط وقل حيه هذيك بدنهم يعوموا بيها. هاي وشكون اخر؟ امبوسيبل حمزه ماشي معاكم؟ يا اي وقتي وقتي ماشيين باه ليه وقت ونتصرف غدوه نمشي معاكم. باه يوكي هيا تشاو تشاو. وعليا ساره زعما الدنيا سخونه وانا مانيش نورمال. الدنيا سخونه تحرق. قديش قالوا التومبيناتون اليوم في التلفزه؟ والله ما نعرف ما برافي خلينا نحلوا كليماتيزور. لا الكليماتيزون لا ماك عرفته شنو تو يتكسر. وانت الوقت شري فيه الشنوا؟ ماني قلت بك شي يستهلك اقل ضوء. امان ما باهي حلو برك حلو. اوه الدنيا زادت شعلت. ماني قلت لك راهو الشنوا ما يسحب حتى فرانك. سكر علينا سكر. من الحلو الشباك؟ اي حل حل الشباك خلي يدور الكولوندات. حل حل. سكر سكر ولا وهش يا ميتي. بسخر يا بيبتي يا ميتي ولا وهش. اوه علي يو تشوشتنا تشوشتنا تشوشتنا. ما تعرفه انا من رايح شو نتبحبحوا في البيسين. قال لك باقي النهارين قدام تزيد تشعل الدنيا. فاش قام البيسين؟ ليه لا البيسين لا تو نعبيو البر ونغطسوا فيه. هاني ما جرمين نحن. خالتي دوشه خالتي دوشه خالتي دوشه. تسكر فمك. شبيك يا بنتي؟ شو تحب تزلعنا؟ مش نازل عقناء خمسه سوايع احنا نصلح في السوفاج. سامحني خنا قاعد نعس علينا. علاش نعس عليه بشوربه وسوفاج؟ ايش بك شي زاد تو زيت تنفخي عليا؟ تبع ذن نصلح زيت تنفخي. اسمع راني قاري الميكانيك بافيون. براس امك اختي قريتها الميكانيك افيون تاعك يا اخي. مش مستنى ثالثه دلت عادي تول التكوين المهني. تكوين مهني شاد قريت اول حاجه ميكانيك بافيون مش افيون. وهذاك حاجه ما تخش على مخك جمل باي. ميكانيك بافيون ولا سي خمس جديتيش حبس قبل. ربي يسكر ترك مش تحرقني معاها. كان فما واحد حرقنا انت وش حرق الدار بالسخانه نتاعك. صلح في السوفاج في السيف. راني الناس صحيح باين اما الحاجات تذوما ما يخشوش على مخ. سخانه بنت قتلتنا. بسم الله بسم الله على بنتي بسم الله. شبيك يا روح ماما شبيك؟ راسي يوجع. ادفع عليك ما مثال الشمانك من فضلك بعد اذنك ما يقلق لك شرحتك الجسديه والنفسيه. جيب لي كاس ماء. ليه عادي زي من هذيك الليل زونس طفله يسر خليقها ولات عاليه مش كالعاده. حل فمك حل سكروا تاو.
ها يا ماما هو شنو يلوح هو تنشوف تنشوف السخان به به هيل قديش 50 اللي قديش كانت 52 ونحس روحي قطر بسم الله على بنتي بسم الله بسم الله بسم الله يا ماما نمشي نجيب لك مروحة خالك كنتو هي 100 مروح بها لما السخان ذي حلها كون شي تبح بها أنا عايش بنتي بلا قلب تبح بيها فاش قامت تبح بيها عايش بنتي حلا تبح بيها في وتين ليه ليه لا عايش بنتي تو نمشيو للبحر نهزو معانا شكتب من ربي من الدار خبيستين شطير دليع ونهزو باناسون ونقعدو في البحر يما حط نجم تحط سقيك انتي مش باناسون هكا البحر يا غلي هكاك بنتي اختانا عايش بنتي من البيسين تو فاش قام الخساير علاش هكا ربيش قولك تدخل هكا تلقى بوكوس اللي زبدوه كزين وكلب دن باف بلونجون يقوم يعمل هكا شعره يام 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 ايه 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 السخانة طلعت لك يظهر لي ها ليه نحكي على السوف تاع العلوش خاطر هما ما يعملوا مشوى في البيسين يعملوا مشوى واحنا يشويونا دمنا ها يجيب لك 100 غرام لحم يكلف لك شعم اختانا عايش بنتي ماما راني مريضة باي باي ما تبكيش باي باي تو نمشي وغدوة للبيسين باي نكلم خالك تهامي ونكلم المولتي عليه ما عليه هيا يا عاد حذر دبشك حذر دبشك باش نمشيو ما باش نمشيو باش نمشيو يعيشك يا دش دش بسم الله على بنتي بسم الله على بنتي سي انا حاضر وانا حاضرة شنية هذا دوجة ما تقوليش هزة قفة معبية بالماكلة اللوتيل اي عادش بي عملت لكم مقلي فلفل وطماطم وبطاطا فقس العظم عندي شوية كسكسي بيت من البارح جمرتو هي وش ترد الليعة توتو مالا تمشي لوتيل يعطيك طرف خبز مجلوط بالهريسة وريحة التن وريقة خس يقولك بعشرين دينار ليه عادوة دوجة دوجة ممنوع ما يخليوكش ندخل ماكلة اللوتيل أصلا قريت حسابي برك القفة باش تقعد البرا يقص عليها المولدي المولدي مش باش يعوم معانا أي الحمد لله يا رب الحقيقة قصت لكم تذكرة واحدة كيف يدخل المولدي يعوم تقص أنت يقص المولدي تعوم أنت تدخل على بعضكم هذاك هو هيك هو كو أنا حاضرة إيجا إيجا شوف دوجة باش تعمل لنا الفضح هزا قفة معبية بالماكلة للوتيل توتو ماشي بكوستيم لوتيلة ما انا باش تحبني نمشي وباش باش تعوم لبست شرطوية كيكي تحت السروال هفا انا لا عاد كان هي باش تعمل لنا الفضح وانت باش تعملي العار بربي اسمعني توتو ماذا بيا دوب ما دخلت اللوتيل تتفكر اي فازة خايبة عملتها لك في حياتك وتقعد على كتنا سطحية 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 لو ماكسيموم بوسيبل واضح ولا جرونوي ايه ايه ماكسيموم بوسيبل هاي وريني وريني باش تعوم وري بيت بنتي بنتي انا لوبي بنتي انا اللي ربيتها وكبرتها وقريتها بلونسي بنتي اللي بعت عليها النوم الغالي وسهرت عليها الليالي لوندي بنتي انا كملت اكس ايغراك زد كملت الالفابي بكل باش باش تحب تعوم بروب تعرسك هيا هيا عاد نمشي ما عادش وقت نستني وكل مولتي المغبون زبالي ذكرت قحط البسين ما يعرفوش الجمله لا نستني هو زبالي مسكين حياته كامله اخر مره عام في السابعه نتاعو في قصعه المولدي من الصباح وقدام لوتيل من الزير كي كلمني عجبكش زادة تو هزي الو ها خالت اخي نقلتو من الدار بالله هاكا تو معناها تو تبعثني ناس دار تقول لي جيب لي السلوزر كيكتب الابيض ومن بعد تقول لي انت مشينا ايش نعمل تو ما عنديش حق تاكسي منش نجيبونا مش لازم ماي مش لازم تنعم بالصبغة تاع السجوم يا بسلام
نعال يقذبوا لداخلهم عاملين لي كاميرا كشي. رأوف كوكا رأوف كوكا أغري يا ربي العمر نمشي البلاصه ونتهنى ولا يزولي راسي قدام صحابي ديما نخرج بفضيحتنا يا ربي تعبت يا ربي عرفتوا من الاول مشي عملي العار قلت لكم تدوزوهم معايا عملوا خيوعهم على ريحته والسيكوريتي جا وخرجوا سيكوريتي اي بتاع السيكوريتي هذاك يكرهني ملي دخلته يعمل لي برا دوش بيني مسك انا قدامه يا عبيد ربي عمركم شريتوا واحد طوله زوز متر يعوم شامبرير ايوا ملي صغير يخاف من الغريق وخاي يحب يعوم كان بالشامبني انا وغريق يعوم في 50 سنتي في بيسين الصغار اي به وين انا تراش عملتين مش نعوم في الغريق جا وخرجوني يا ربي وين يعوم الواحد وين يعوم يا ربي شا الظلمه ذايا ما راهم خرجوك مرتين غارقه تبقبق الماء خرجك من البلايص الكل مفوجه يعملوها مع القره ترى يخرجوهم فالحين كان فينا احنا شبينا خي نعوموا بلاش احنا توتو يبه كيما نعوني انا مرتين مش مشيت نعوم في بسين الصغيرات حدا توهامي بيه نحب نفهم علاش طردونا ما فقتش بك الرقعة الزرقاء اللي وراك هذيك ماما الجبة الزرقاء اللي عمت بيها فسخت لا يا ماما هذيك من الجبة الزرقاء متاع توهامي الله غالب تحصرت اون بليوس ما في باليش بشي في قبية سبحان الله يا صغاريت زعما عرس شكوت عرس بنت منيرة ولا زعما عرس بنت سعاد هذا لازم عرس بنت سميرة اللي عندهم العطار ويقولوا عنا سيبيريت يا ناري كي صار بنتي قعدت بايرة مش بتتزكي فيا سرورة هاي نحي نيدك يزيك من قراية شو عاش بيترسلكش كي عاملين في السيرمونو ولجيك تبنت نو ما نقلقت من هذه قراية الفاك ما فهمت منها شيء جيستيون كين قعدت باك خير عاد سامحني بالعكس شاو الجامعة وحده وانت منين تعرف اللي جاو الجامعة بو هي انا شوية اللي دخلت الجامعة ما ابوك هو اللي حرمني خطفني خطفي مهره مرات تخطفك يبدو عمرها 20 سنة مش انت تبارك الله عرست هنا وكل شيء بعد الثورة عمرك 140 واه بيه سرورة قلتي هكا ما فماش في الجامعات الاخرين هكا وجوه ذاوية محليهم فما في جامعات الاخرين ما فاكنا نحن كلها وجوه لوح علاش عنا فيهم ضاويين طافين خايبين يوم والتحليلك يا ويهني يا ما صار انت تحكي على الرجال مش قلت يقرا على روحك تو يجي واحد الراجل يا عاد ما وكل مكتوب ما جاش نمشيو له احنا يا خير ما يفوتك الترينو نورمال كان فاتني ناخذ تاكسي جامعة سرورة هكا ما اعجب بيك حد ما غزر لك حد ما تبسم لك حد ما بسبس لك حد ما قدمك ما قدمك اسمعني من الاخر كانك تصلب فيا راني ما عندي حد هاني نكهر كل وانا في الدار سارة الزهاز حضر وكمل وبدينا ندي ناقصنا كان الرويج اللي عايش بنتي ما عمري مريت 7 قبليات ندي تشتش قطعت اليوم اش بيك جيت ما خرجت دوكم سوايع لا يا بنتي ما دخلتش نقرا انا راني اليوم واه ما مشيتش تقرا هي ما لازم نسمع كلامك مش انت اللي قلتي لازم تلقى ولد حلال ودافي عديت النهار ندور من فاك لفاك يا اخي ربي راه رضيت الوالدين تحب انت تطيح فيا فكيتش توا انا قلت لك فركس وليد حلال دافي ولد عائله اما اون باراليل تقرا على روحك اي نعرف تيش ما فيها توا المهم راني لقيت ولد الحلال دافي لا والله لما سيتو هكا توا هذا يا زي من البلاد احكي لي يا بلي درت عيني زرق حوايج سيني ريحه برفان تفتق بيه من تير تيران وطلع وين لقيت وي في الفاك دو ميتسين معناها باش يولي طبيب؟ لا بلومبي. هي احكي لي باش يجيب دارهم ويجي يخطب؟ الوهم قلت لك لقيته في سبيطار المهبله انا قلت لك لقيته في فاك دو ميديسين. يا تشبيخ شنيا فيها الحكايه هي؟ درتش شو الراجل التونسي يعدي عامين يتعرف عليك ويعمل فيك البرومو والمساجات وعامين
زعمة زعمة بدي يحب فيك. العام الثالث تفيق بيه مزل خاطب. العام الرابع يقنعك لي هو وفات خطبته أما قاعد ينسى في خطيبته. ومن بعد عامين يبدأ يحللك في نفسيتك. ومن بعد عامين يقول لك تنجمش تعاوني راني ما عنديش فلوس خذ لي قرض باش نعرسه. تاخذوش انت القرض. يقول لك راهي امي تحب على بنت عمي. يا اخي انت طفلة ولا ديناصور؟ تي لي مام شكيكة. يا بنتي كان ترزن ترزن وتعمل عقلك. جمعتين من زمان توا يتحلق بيك. سهلة هي. يا بنتي فما 15 طفلة حابين عليه. كلها تكور راهي معايا مش وحدي. زيد انا ديما نكور قليل وين نهز تيترويت. والله اللي بنتي مزيانه ومحليك يخيش ليها الحكايه نظره في ابتسامه في قيوه في البلفيدير كعبات كاكيل الجرمان هي الحكايه. يرحمك يا متراكي يا ما راهي الحكايه كل حكايه فلوس. شنو هي حكايه فلوس؟ علاش على شنو باش تصرف؟ ما راهي هي مش حكايه بدن ولا حكايه زين. هذاك الحمد لله عندي منهم. اما لازمني فوزونك فوسيل اكستنسيون كرهبة نهبط منها الصباح. يكلمني القناع في قهوة في اللاك يقول لي وينك يقول وراني ناكل في حاجة في سيدي بوسعيد. سهلة هي تخيبها. على حساب كان باش يغزر لك الغزران بركة يلزمني ناخذ لك قرض باش يجي يخطبك لازمني نبيع الدار. باهي هاني باير انا راكشي. باهي باهي اسمع تو نشوف كيفاش نعمل اغسل. نعطيك مصروف جمعتين اكاهو فرانك زايد لا. باهي ماشي. شنو هو المشي؟ يمشي افونس تو بعد نتحاسب. اي بولتي عايش بولتي صبر لي هي وهو. اي اسمعني مليح صبر لي وجهه وحده وصبر لي سرواله وحده وصباته وحده صبر لي متفتح الكهرباء وحدهم. يلا نحبك هيك تسالني شنو نهد عليهم نشدهم متلبسين ايش دخلك انت؟ لي لي انا مش عندي راجل كيف كنتي ونهد عليهم انا نحبك انت تصورهم لي صحيتك. اي واش باهي اسمعني مولتي عايش ولدي شوف رد بالك رد بالك تفيق بيك صور لي الطاوله شوف لي اش عليها تي اخضر ولا احمر بالبندق ولا بالنعناع ونحبك تستنى. اي اي نحبك تصور لي الفاتوره. اي عايش ولدي يا مان باهي باهي باي باي. دوج دوج دوجة صبرنا عاد كستي خان عمرو المطافورة يعني بطبيعتي بش نمدلك كستي يصبر برك هاي دار رايضة بتقوليش صرصورة ويني مشت شوف في قهوة هي وراجل. هاي باي قهوة هي وراجل باي ها هي وشكون واحدة تعرفت عليها كي ديفي ولد عائلة ان شاء الله يكتب المكتوب بيناتهم وزيد طبيب قلب. أبك أبك اجبد على بنت اختي باش تضرب لنا طبيب قلب. شكون قالك اللي هو طبيب قلب؟ هي واحد يستاذ تعرف اختك ذكيه ديما تجي هكا قلبها يعصر عليها ولعب عليها الدوخه. هذاك تلقاه من فرط الحب قلبها يعصر عليها ولا من ريحه البنش. قداش عندها تعرفوا؟ تو محسوب جماعتي كما هريوني بالمصروف ولتو مازالوا في حصص التعارف. تعارف وعلاش ما قلتليش بيني؟ ما كنتش حاسبيني واحد من العائله انا. الحقيقه تهمي خويا سبحان الله سبحان الله وين نقول لك على حويجه هكا ما تكتبش. الطفله قريبه تبور خليك هكا بست ربي تو كان صحت حويجه تنقول لك. تينا مولدي ما حبيتش نقول له قلت صورها لي من بعيد بالسرقه ويجا وريني التصويره. وحتى كان فهمته ما يفهمش ابيم بقره كيفاش باش يصوروا هو احول ساعه. لي لي قريت حسابي قلت وصور اللي بجنبه تو جيت تصويره اوبا هكيكا نشوفوا الفاتشاطه نتاعو. كاش تحب الفاتشاطه نتاعو راهو طبيب تلقى ابيض احمر العينين اخضر والشعر اصفر ولابس مرايه تنظر. اما باش يصوروا المولدي اوه اوه باش يخرجوا لنا فحام واعور واسمه سخط الله. فرجي خالتي قولي لي عاد المولدي خايف. قولي ايش نعمل لك؟ قولي مصور لي سيرفر ومصور روحك انت ايش نعمل بيك؟ انت ايش نعمل بيك يا خالتي؟ نورمال على الاخر هذوكم يتسموا فلسي يتصورك من هكاي. شحني فيك انا فلسي سلفي فلسك فلوس يقب عينك. قلت لك صور هاني هي واللي معاها. يا خالتي والله العظيم والله العظيم بنتك معاها اربع بناتك
علاش هذا يقول نفهمتش انا وزاد صحيح الطاوله معبيه وفيها برشا حاجات اما والله العظيم لا فيها خنان الطاوله فيها كان شارك وربح في المسابقه مش قلتي معاهم راجله هاي ايش بك ما صبرتوش لا 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 الله باه يا سيد تحبي الحقيقه يا سيدك بنتك معاه راجل ومشو راجل فرد وقت صبا الركاو ستيلك اللي يحكي معاه صار يعطيك دوده صار كنت تقول لي محلاني صار شقلك في البوتوكس صار شقلك في الفيتوكس حاجة كما كنت ايش دخلك فيه صورته يا الله مسلع لسيد يا خالتي يفهمي يفهمي والله يا بنتك يا شك فيها كيك انت يا بنتك تنابي دي كنت شك فيها لهي خلاقة منعدمة ومشي متربية طلعت العكس تماما بنتك طلعت عز الناس ومتربية ومتخلقة وبر معاهم راجل ومش راجل اما بنتك يوتي شخلك انت شخلك طبعا شو قلت لحية زعما تقلب علي البنتي قلت علاش ما صورته ليش ما فهمش هكا رومانسيات تذبيل حنين شداني دين والله بالنسبة لذي قلت الثانية شداني دين هاي ما فهمش اما تذبيل حنين هذيك هاي والله العظيم اللي ريتها يا خالتي اقسم بدين الله يا بنتي افهمي افهمي والله العظيم راهو بنتك مع اربعة بنات وواحد شبه منحرف والله خطاها صار يحكك يا سارة وصلتي 500 دينار وراجل طلع شبه منحرف يعني حاجة تجد مرحبا للا مرحبا سامحني دوش جبتيت ماك تعرف مازلنا قاعدين نتعرفوا يعرف العود في عينك ان شاء الله يا خالتي راجل ولا مش راجل يا والله العظيم يا خالتي معاها اربع بناتك هاو والسيد اللي معاه مش هو راجل يا بنتي اخلاقها حميده بنتك يا اخي مالتي تعس علي والله يا ما راجل والله والله العظيم لا هو راجل يا خالتي والله العظيم ما هوش راجل شبه منحرف ما والله راجل يكذب عليك شوف الطفل ذي ننسلك له فاوي يا سيدي تعرفش كيفاه اقسم بدين الله كان يطلع السيد اللي معاه راجل نقوم نروح يا ولدي قوم برا روح قوم عطاو نخلط وراك سبع حجرات مش معوش ترجع جملة للبرا ذي ما مصدقتني لي راجل ان شاء الله ان شاء الله يطلع راجل فرج يا سيدك قلبت لمشامي يا ام ما لا تعرفيش كيفاه سيدك شداني دين ثم تذبيل عينين ثم فما حاجات ثانية ما تعدوش في التلفزيون ما نجمش نقولهم لك خالتي عشان ما نحبش نطيح الهجره معاك مش ترمي 12 حجره ولا سبع حجرات تكي ترمو كارير لا ترجع لها الدار هذي اورفوان شنو نقول لك يا صاحبي شنو نقول لك Thank you.
الليلة. أيه. الليلة عايش بنتي انت خرج أسهر، أما سارورة خليها، بنتي ما تحبش السهريات. والقهاوي الواش كل جمعة في بلاد ما يجيو يشربوا قهوة بحذايا في الدار. يما يما خليهم على الأقل مرة في الشهر يعملوا قهوة خليه يتعرفوا. وزيد أنا لازمني نونس مرت خالي نخليها تسهر وحدها تمزحي تمزحي. باهي باهي ما عليناش نحكيو في الرسمي عايش بنتي توا. تتا الحق نتاع ربي أنا ما نحبش عرس كبير وهاي لمانات. نعملوا كتبين صديق في بوات سامحني ولا في بلدية وكها بي خرق العاب اي وتتابش قولك على حاجة الحق الحق فرانشمان انا نحب نسكن وحدي واش ليش باش نقولك بنيتي هو لا محل تو انا عندي ولد اختي يسكن معاه اما تو نخرجوا من بحذاه في الوقت المناسب مازال بكري تو على العرس حسيلو خليني تو نتصرف في هذا تتا ماك تعرف تو الدنيا صعبت وما عادش عليا بكري انا مزروبة ما عادش النجم تحبوا 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 تموت علي ليه ظاهر وا سلام سلام سرارة سلام سرير هاي الثروات مستنسة تبعثني نان شيد وتجيبيهم صح عليك تنعرف شنو يحشم مولدي وا نعرف تذكري وقتها تعرفها هذيك خطيبة التوتو خطيبة التوتو هذي هي بنتي هذي صاحبة سارة نهار اللي بعثيني قلت لي جيب لي سارة صورها صورتها هنا بعد شبه منحرف ما تقولش هذيك شبه المنحرف يا نهار عليك يا توهام يا نهار عليك يا فضيحتنا قعدت قعدت بخليت راجل يا توهامي لا 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 درجة شكيت فيها ملي دخلت لا أوك على جنب منا راجل ومن هنا امرأة يا لا 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 ها سيدك هذاك الطفلة هاي وهذا شبه منحرف هاي كذاك صاحب سارة كان كذا لنا هاي شبه منحرف شتقولك فيها الطفلة ظرفة شنو هي ظرفة هاي ما لقيتك على 150 دينار خلينا نمشيو الحمامات نعملوا قهوة وتهنى 8 بتاع الليل أنا وياها وسارة نبداو في الدار 150 دينار يا تهامي ظرفة يا تهامي حمامات يا تهامي هاي طفلة شبه منحرف يا تهامي يا منحرف طفلة ذيك مال خطيبتك زكية مش نونمان قديش توحشتك هالغيبة يا بنتي كنت شوفيني دتوش قديش توحشتك راني قد صبري في الدنيا هكا توا نهارين كاملين ما نشوفكش والله غاطسة يا وخيتي قل لي سراويني تعرف بنيتي تعبة تعبة مسحت سيقت طيبت غسلت الصابون رصفت الحوايج حدت قلت لها لي عاجز جوا بنيتي يسرع عليك لابد تكتبتها وكراساتها وش تقرا حدا صاحبتها وربي نجح حطينا نويل بنتي ربي جاب في وجهها الضوء جابت لي 16 معدل سمست خادي غريبة زكية انا في العاده ما نعرفش اللي الحجمات يقراو بالكراسه والستيلو هذاك على زمانك انت كان كل شيء بعلي اما توا عزيزتي الدنيا تطورت تيقول لي عاد سارة بنتك قد جابت معدل 5.5 خمسة تقول هو الله احد جابت 19.99 يا لطيف ضربت على العارضه مازال لها 0.01 وتجيب 20 سبحان الله سرورة يا خي لتوا معطوكم النتيجة متاع قرايتكم شنو لتوا معطوكم النتيجة متاع قرايتكم والله يما والله راني نغزل راني نغزل كيفاش لتوا خرجوه ربي يهدي ما انت في بالك اللي أينشتاين 7 مرات الباك ما خذيهاش يا ابو قلب لا مر لا 2 لا 3 وبيل جيتس هذاك فلوس كثير امور فلوس ما كملش قرايته زين اي وين تحب توصل انت والله الا عندي وين نحب نوصل خاطر في بالي ما في بالكش حبيت نعلمك لما نهاو في بالي اي وبعد ما يا اخي انت كنت قرايه قبل ايه يا حسره عاد على قرايتي انا اللي قدامك
كنت نقرا على شمع ونضرب 20 كيلومتر ماشي وجاي وكنت شد سرويلك بالتل. شكون قال؟ ما نحكي لكش عاد المعادل مكنش نهبطها تحت 17 خلي عاد في الفرنسي. ما تصور حتى دوفارات كانوا يعلقوهم في الليسي. هاي ماله مش ياخذوهم الطلبة عبرة ما يعملوش كيفهم. اه؟ قلت ان شاء الله تخرج النتيجة من هنا للعشية راني ستريسي ستريسي نلعب على المونسيون. وين اوال؟ تبربي شنو مش نعمل رم 6600 كيفاش باش نقول لها انا توا؟ ليلي ما نجمش نقولها الفاكولتولي ما تعرفيش دوش دوش تنش تمشي تعمل لي عرعور وتعطيني مقص قدام العبيد وطابط تاكل للمدير و... لحظه بربي تنكلمك نوال ساره من فضلك عايشه اختي نجم ندخل مولدي راني انا كيف فسرت لك الحكايه قلت كذيك قولوه قدام الباب مش بعد ما تقعد بنص ساعه اه باه مش مشكل بالله تشوفي لي عندي مساج بعثته لي لحير بربي انا لحير يا مولدي ابل مونكي ابعثي لها قول لها تو ما مونكي تو ما مونكي جوسكا لا فان دي موند مولدي وقته توا بربي اسمعني كي كنت تجيب معادل خايب كيفاش كنت تقول لامك لا ولد خالتك عمري ما جبت معادل خايب بالحق هي كيفاه عجلنا ما قريتش الجمله تي بربي يزم البلاده والله نحكي بجد يا مولدي كما سال على الاخر ما كنتش نقول لهم كانوا يمشي واحدهم يعرفوا قداش النتيجه وانا نبدا حاضر نفسي انا للطروحه قديش عاونتني مولتي؟ ما عندي حتى قلق لا علاه جبتي حاجة خايبة؟ ليلي ست هاي ست شبيها ست؟ بيحت شي ما ست متاع العشية والعشية لتو ما طابوا نجعت واه حمل وقتاش نتعشى والست؟ تعرف ما صاحبتي أنا عملت عرسها ستة ايام وستة ليالي شو يعمل ستوستين كيف عليه نمره سبعة ما عادش استبيختوا بيها تي لا ما يقولوا هكا نمره ستة مبارك وذاك لو طون يجيب برشا حاجات به يا ناري على بنتي خرجت على صغر سنها ملي قلت لك ما عادش تقرا برشا راك تولي تصير منو لا لا سافا نموري ستة زيد هيا قوم قوم فابا ستة مغارف ستة وصحنا قوم اغسلهم يا ستي يا ست الحبيب يا حبيب حبيبة سارورا سارة يا لوح ماما قومي حبيبي قومي شنو هذا واه أمي العزيزة دوجة أما بعد أنا بنتك العزيزة سارة نكتب إليك هذا الجواب بألم وحزن كبيران فلقيت رجل أحلامي وقررت أن أهرب معه لأعرس به أنا نعرف هو لن يعجبك ولا ترضى به لأنه بطال إلا أنه مش منه فلقد دخل إلى الحبس مرة واحدة فقط أما قضيته ليست كبيرة القتل العمد مع الإثمار والترصد وصحيح أنه لا يملك دار إلا أننا سنعيش سعيدين معا في محطة القطار كما سأحاول أن أبطل له السطلة والقمار وكل الموبقات الأخرى هو صحيح ولاده لا يحبونني برشا وولاد ولاده كذلك لكنني سأستعمل خبرتك العظيمة وتجربتك الكبيرة في التعامل معي أم أعتذر إليك جدا 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 أمي العزيزة ادعي لي بالتوفيق وأنا سأدعو إلى الله أن يسامحني ابنتك العزيزة سرور المهبول خدمتش عليه هكا مقيمتني على الصباح اجري يا تهامي اجري حياتي كاملة وانتم تقوموا فيش ثمش صار سارة سارة هربت يا تهامي هربت يا زينب لا هربت عمرك في حياتك كده تقوم الستة متاع الصباح بنتي اللي ربيتها وقريتها بنتي اللي بعت عليها النوم الغالي وصرت عليها الليالي برا يا شمات زكية فيا تي تلقاها تفديكة هذيك يا دوجة لا مش تفديكة يا تهامي شوف خلات لي جواب خلات لي جواب شفتها قلت لك ارخف تلقى ما تحل قلت لك راهي مش تربية هذه عليه الكبس بتعرفش الكبس برشا يخلق الانفجار تبعتني انا في تجربتي في التربية ديما يزمك تكون مع ولدك ديمو
شنو هي الديمو؟ ديمقراطي ما تفهمش. تقص عليا بلا قالوا ديمقراطي. يا ساره شعمت يا امي العزيزة زوجها ما بانش يا فضيحتي. الى خالي العزيز ما نوصيكش على دجدج اني اعول عليك كثيرا باعتبارك رجل البيت نوعا ما نوعا ما لا رجل نص. لقد حكمت الظروف باش نقطع نقطع تحت ستار الليل وتركت لك كل ما املكه. خليت لي كل شيء خليته لي انا. توتو هاوكا البارح خليت لك بايك في الكسكسي في الميكرو اوند. يا نار يا ناري مسكينه بتوقتي تخمم عليا حتى ويا ربا خليت لي بايك في الكسكسي. يا ناري حتى انا مت بالشر ما فطرتش الصباح. قوم برمشي سخن الاكل في تي وقته توا تي بلاش تحبني نعمل انا تزيد كش عليا انت كجات ساره انا هي قامت سخنتوني برمشي سخن وحدي انا لما بيا الدار. يا ساره شعمت لك بنيدي يا ساره شعمت لك بالله اش فما مقاوميني على الصباح تقولوا لي اجا اجري لا يزي مشني راقد لا يزي راقد مشني. شفما سارة عرفت يا مولتي سارة عرفت شبيها سارة ما مشيت ما نعرفش عليها وين مشيت. الله يرحمها شو نعملو يرحمها تصولي على بنتي. قوم اخذ بعضك من قدامي قوم. هذا ماشي كسكسي وين الكسكسي؟ انا ما لقيت جواب انا الى امي انا وكسكسي ما تماش. اقراوا لي بشوي بشوي لاباس لاباس الحمد لله يزي برك اسكت. دشتش العزيزه اريد اعلامك اني لم اهرب مع حبيبي. ما هربتش لانه اصلا ما عنديش صاحب. اما هوك حاجه اهون من حاجه ماني جبت سته معدل في السمستر هذه. ستة؟ اي اما خير ستة ولا حرقة مش هكا؟ ستة يا سارة والله والله يا سارة نشدك لما ناكلك بصنية. يا جبات الزكية فيا برا توا عودة الى خالي الكسكسي اللي خليته لك كلاه المولدي يلكك يا المولدي يلكك ديما في جرتي عليها هكا عليها اش عملتلك. يا زعما ياخذوا بعضهم في الاخر. الحقيقه هو اشب منها. بحلالي يقتل عجبوا فيها سبحانك يا ربي. سعود هالدنيا مسلعقه شو كيفاش بضعفها. تقول كعبه سباجيتي نيه ولا تقول عدس بركه. اي كيبوك خلي الزين والعين والبدونات نهار كل تبع فيك القوره المصفارين. اي قلت لي كي يما شن طيبوا غدوة الفطور. قلت لك غدوة شن طيبوا الفطور. اي ماي نطيبوا ايه ما تختاني ما عادوا نحكيوا من بعد. يرزيك فيه الفيسبوك ماي زيد من الاول تحب كم بوك. اي ماي هاوكا قلت لك هاوكا خليها كالمصفارة اغصصك ويعنق في السمينة ولا يحبها. عرفته ما مسلسل في الحلقه 150 التو ما فهمت لي سمينه هذيك امه. احلف هذيك امه. وينك وينك زكية الغيبة يا بنتي؟ والله هاني توحشتك على الاخر قلت نمشي نطلع على عشيرتي. عيشك ربي فضلك ما عجبكش الجازوز تحب نجيب لك حاجة أخرى تشربها؟ ليلي والله يعيشك توا شربت قهوة مع سامية وساوسن في اللاك دو. يا أخي ما شفتش ستاتيو متاعي؟ ستاتيو متاعي على الفيسبوك. حقا نسيت انا وياك مانيش اصحاب. مانيش اصحاب؟ من الوجهه تطل عليا وا. يعطيك يا دشدوش نقصد مانيش امي على الفيسبوك. ولا تعرفش كيفاش انت دارفيك ما عندكش كونت جمله واحده. ما عنديش كانت مسكينه لله. انا عندي كانت في البوسته كنت في البنكة ومنصف حلالي كونت بالديفيز باللورو في باريس. اللورو يا اما اللورو يا اللورو يا اما عسل. سروره ايوه ولا هكلي هيتو نرجع لك بعد شوي. ليه ركش تبيعتو خراجي كاوردي كونكت
شكون يكور؟ ها؟ شكون يكور؟ شكون تهيم؟ سرورة، ها؟ جيتك بقضايا. والله خاتيني كل ما كان مولدي راه هو مولي العمايل يا ماما. يا بنتي شبيك تفجعت؟ اش دخل تهيمي واش دخل المولدي؟ شو شو، أنا جيتك نحبك تعملي أكونت في الفيسبوك. شبيب واش عمل لك زيد؟ تي مشبوك فيسبوك فيسبوك. اه فيسبوك. مي أول حاجة هذا شنو؟ إيرباك. ما اسمه ايباد؟ شكون قالها لك الارباك؟ لا مولدي قال ارباك. ارباك ماكش باش تعرف خير من مولدي سامحني. ما مولدي راهو بهيم. صار عرفت غايره منه يا وحيده. قال لك مولدي ارباك هذا ارباك. لا مي اعطيني 100,000 باش نحلك بهم اكونت. عليه لله يخيب الفلوس هو. ليه مش ديما تقعد تدفع 100,000؟ بعد تولي 25 في الشهر راك هاو. ما انت شكلها الكل غاطسه في الارباك وما عندكش فلوس. منين جاك؟ انا صحيبي عمل لي تاريف اتيديون 2000 لايت كما نقولوا نحن. ايه والفلوس شكون اللي باش يوصلهم له؟ هي انا تو كنت نقول لك صحايبي. رد بالك ها، راهي لمينا سودت وجه الغراب. مالك الدرجه هذه ردتي نشبه الغراب؟ شيء مي ياغورت كب على الويفي ما عادش يحب يخدم كي قبل. ياغورت كب على الويفي؟ نسكت عليه اش تفهم منه انت؟ سرور عيش حتي تصور خالتك على البلوفين نتاع المين نتاعي. ايجي شوف حتي تعليهم ام دي ريش شوف مانيش. شوف لي عاش بنتي. اوه يما بربي روسيت تاع جاتو شفاه يضحك؟ علاش حط عليه ام دي ريش؟ جاتو يضحك؟ ما مش قلت لك انا 1000 مره كي تحب روسيت تاع حاجه ادخل فركس عليها في الجوجل؟ ما كله منك انت، كل ما نستنس بالتصويره على الجوجل تجي انت تنحيها لي باش ماتها. مش دخلني انا نبدل في اللوجو نتاع الجوجل. ترى احلف قول مانيش انا، احلف ترى. ما كان جيت نخدم مع جوجل راني مستكوزيه في دار على البيسين مش قاعده نتفرج فيها المسلسل الاحرف اللي عنده عامله حبي يهف. ما حسبش يعطل في حكم ربي. تجب تخدم ما عادش بي مش خص تعاوننا حتى بمليون بوك ما عادش يحب يبعث لنا فلوس كي قبل. شكون اللي باش يخدمني بمليون؟ الكوكل. فمش حد يعرف زعما يكلمونا. ما انت شنو كانت هوايتك قبل ما تولي تحب الفيسبوك؟ نكلم بوك في التليفون وتوفى ماندا وقولوا زيد عبد عفتنا ماندا اخرى. ببرا جاري العطار صب كارت وكلم بابا با. عالدي نهدو هامي مش نعافن ومش نرحت بالبوتنسيال الله. الو وي ما ها سرورة شبي بنتي؟ ما راني ضيعت فلاش عندي في دوكيمو مهم على الاخر. امان تدخل الاورديناتور تبعثولي بالفيسبوك؟ كيفاش نعمل؟ بيت حل فنيتخ. ها؟ حل نافذة. شنو هو؟ شباك معناها ما حلش. هاي ثقة ما تعلقش خليك معايا. سيي؟ بشوية عاد حكيكة ودق وشقو. إيه؟ باهي تعمل كوبي. ها؟ تلقى دوسية اسمه XD 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 01 تعمل له نسخ نقله معناها. باهي لحظة لحظة عاد لحظة بشوية بشوية بشوية. إيه؟ قداش من مرة؟ يا ما هو اسمه XD 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 01. لهاي لحظة باهي. اي شو نعمل بعد؟ حل فيسبوك. اي محلول حليته توا اعمله كولي معناها لصقه. اي سي باهي ما بعثوا ما. اي فيسا فيسا يكون عندك. اي ميرسي سلامة. مولتي مولدي تقوم تقوم يا سمامة. تاني من هوني. بسم الله العظيم. وي تاني اجا هوني. ها تيجا ماما قول خالتي قول خالتي من خادم يا ولدي. اجا فيسا فيسا اجا عايش ولدي. هز الفيسبوك هذا يهز هو السارة الفات. فيسا فيسا هاي هاي شد تيجا اجا عايش ولدي. هاك نسيتو شد هاو قدامك هز فيسا. وين هز هذا؟ هزو السارة الفات. باهي استنى ساعة. كيفاش نهزو للسارة للفاك ونام عندهاش فلوس ولازم نزوز تاكسيات راه؟ علاش زوز
تاكسي؟ بدنا نلعبوا على التو. بدنا نلعبوا زوج تاكسيات، انا نمشي في تاكسي والفيسي يمشي في تاكسي، ما تفهميش؟ حيت مش زوج في التاكسي هاك. بلا سامحين، صار قديش عندها من واحد في الفيسبوك ونعرف عليه؟ عندها جي 5 ميلامين، قول 1000 واحد. انا و 1000 واحد شنطلعوا في تاكسي مع بعضنا؟ صدابا. اما لونترينمون يجيب. كنت باش نعمل لك قهوه وبعدين قلت مش لازم، ماك ما زلتك شربت قهوه انت وساميه. واه منين عرفتي وخيتي؟ تينا عذرني بالصدفه قعدت معهم شويه عندي تبحذاك. بسم الله العظيم. شنو بسم الله العظيم؟ هاكم على الفيسبوك. واه قل لي نحطك ذوق من فطوري ليلي. والله عزيزتي اليوم طيبتي في تمرمز بالبرشني. اما برشني لا يحوك لك يا زكيه، ماك عملته بجوانح دجاج. بيني وبينك ما تتغشش، الحقيقه المرمز ما يجيش بجوانح دجاج، يجي كان بالبرشني يا اختي. واه وانت شكون قالك؟ سامي حبت التصويره مش مستدعيه بحذاك اليوم. والله منكبلها ساعتها. تعرف اليوم تحت بسطح جديد. اي الحجامه مقوعره الحقيقه زكيه. مش عوراتكم هكا ملبدين هابطين مسبسبين حقا حقا بالكيناتين والحواج بتقول بالدبغه كم تاع بكري يسرد قعير الحقيقه وخيتي. تقصد الكيراتين؟ اي ما قلتلكش انا ماني مشيت انا ونويل و اي مشيتو سهرتو ما في ديفيلي تاع اللاموذا ياسر عري وقري. يا لطيف يا ربي استرنا. ياسر ياسر كل الموذا ذيك بلاش منها وخايتي. يا دوجا وخايتي وانت شنو هتنسنيس هذا؟ علاش النسنس اختي؟ هاو انت صابونك منشور في الشارع يعجبكش قريب تدخل للتواليت تعمل تصويره. يا اخي ما عندكش راجل يحكم فيك؟ ملا ساره هكا بيتك؟ باهي هاتا نوريك. فان تا نوريك. انا موسي راني علمتك الفيسبوك وندمت، ندمت ناكل في صوابعي. تعرف شو عملت لي؟ مشيت هبطت البوم اسمه بنتي العره، صورت لي تصويره بيتي والحوايج الكل فوقها، وصورتني تصويره وانا قايمه من النوم شعري مشعشت وسخره تقلي فيا 40 وكتبت هذه حقيقه بنتي بدون مكياج. يا بنتي ولا خلاو ولا قالوا لي هاك سمير ماكش ساره، فما عباد جايبتها حاثقه ولا تعلمت لي كيفاش نطفي الحوايج، واللي قال لي قليله التربيه ماكش تعاون في امك. حسي لحظه جيت نعاود نكلمك. سرورة ترى شوف لي عايش بنتي ما حبش يتحل الفيسبوك. علاش عملت انت؟ ما عملت شي، عملت كيما قلت لي، حطيت الادريسة وحطيت 1 2 3 4 5 6 7 ايه؟ وحطيت المودوردر وبيت ندور بيت ندور بيت ندور ما حبش يتحل. ما حتى نارتي قلت كلمة صحيحة بالفرنسية ربي تقولها مش في بلاصتها، اسمه مود باس. لا حد سامحني ما تعرفش اكثر من المولدي انت. باهي يا ما. شنو هكا لكتو جمله انت؟ عليه لكتو جمله اش عملت؟ ما عندي ما عملت يا بنتي. سايه تبلوكا ما عادش تنجم يكون عندك فيسبوك جمله. اي لا تبلوكا يتعدي فيها عليا ذاك تلقاك انت ما خلصتش فلوس الكري اللي عطيتهم لك. كري؟ هي ما كري الكري بتاع الفيسبوك. تفكر ترى ما عطيتكش 3 شهور مسبق قلت لك مدهم للراجل؟ واه اي حقه ماني قبلت وانا الراجل وقال لك يا بنتي يلا غالب ما كعطيتني التسبقه هاني خليت كونيكتيت شويه، اما قال لك فما عباد راهو سابقتك ما نجمش تو باش نحي لك فيسبوك حاطك شيلين تفضلك بلاصه. تفضلي بلاصه قولوا برا عدي على واحد اخر انا ما يعديهاش عليا. هز ديليت ونوريك نساش تعمل. اسمع ما هو تعبت راهو في اي وقت لقاوك الحومه تلقاريكش اعمل اللي تحب، اما هو هاو شو وصالي قال لي قول لامك حانوت مسكر ولا كريم شوم بالله. صرصوره بدلتنا مان روتانا زمان روتانا افلام روتانا ميلودي روتانا كليب روتانا تختاني خالي روتانا تكل كيف كيف زيد كي انت قالق وحاجتك بالافلام برمشي سينما. سينما ضربه واحده ما قلتش نيت باساج ما قلتش بالفيدير نطيش كابتن كاكي للوز ولا في الافنيو 100 غرام كلوب كحول وانا نعمل مشيه وجايه بين صنبت بن خلدون والمونجالا. خالي برا بعدني راني مركزه. بيعطيني دينار
والله ما عندي اختاني. أمان أمان راني قالق وفاد ومكاين عليا من البارح، راني بويتان جيت خطوة التالي وخطوة القدام. جا سيدي عبد السلام برا يطيح بنت اختي راجل مقدود بسبعة سعود وشعر بوكلي اي وعنده لامبورغيني ويكره المشوي ويحب البانيني وتسكنوا في العلالي تروازيام ايتاج وعرسكم سبع ايام وسبع ليالي. ليلة توتو ليلة واحدة وستة الاخرين نحب نعديهم في روما والا برشلونة. اي وتبداو كي تحوسوا وتشريوا كسكروت مرقاز تطلعوا في المترو تهبطوا في الباساج وتاخذوا الدو. اي برا بعدني برا يراه في راسك ان شاء الله. عليها كاش عملت لك؟ اعطيني دينار خل نقلب وجهي من هوني. والله نقريلو. شنو الحل؟ ها هو الحل. هكا معناها. انا التهامي ومن ذاك كل ساعة يبداو 50 بيبي متسرستين واحد بجنب واحد وانا نتفقد لهم في الكوش. عامل كاكا لا. عامل كاكا لا. عامل كاكا لا. عامل كاكا بدل الكوش. عامل كاكا لا. هك بربي كيما نعملوهم كي الناس قبل القماط 24 ساعه واحنا رايدين. باهي باهي هذه تنشوف كيفاش نلقاو فيها حل. هاي نرجعوا للاسئله نتاعنا. هذا سؤال موجه لك انت مولدي. الصغير كي يبدا عنده الغاز اش نعملوا له؟ سهله برشا ما تقبلوهوش من نصله ذا ساعه ناوي على الخنان دار. شنو صغير بالغاز خلينا نعمل في البركاجات نحنا. اوه امشي اللي بعده سؤال. باهي هذا اللي كنت وسائل على الاخر توت. اي هات صغير كي يطلع له سخان اش نعملوا له؟ واه سهله برشا نحطوه 15 مينوت في الفريجيدار تو يبرد. هيا اللي بعد. يا ربي يا ربي لا يزي 15 مينوت لا يزي في الفريجيدار. والله كلام صحيح ساعه غير ربع كامله تحب تقتل الطفل. بين 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 بقره سياتينا. اي هذا سهل. صغير كي يبدا مازال كي تولد منين نشدوه باش ظهره ما يتعوش؟ لا عاد سالتك حلوة ولا متقوليش تعرف هذي موت شبيك في بالك فهم به هذا صغير اي تحطيه على كرشو كمك تزيك القطوسة من هنا هك بعد كان ما نجمتيش بيديك نجم تزيب سنيك هك. لا يا ربي ما نصدقش ما نصدقش ما نصدقش. به شو هذي اخر فرصة لكم انتوما ما كانش راني منيش مستعدة نحطكم دي بيبي سيتور معايا خاطر انا عندي كونفنسيون مع لونو حقوق الطفل عندي مسؤوليات ورايا ورقابي عباد ورايا. باهي باهي هذي اخر سؤال تعرف شي الصغير شو يقصد من الباكية متاعه؟ اعطي لنا احتمالات ترى. به هذي الاولى واك يظهر عاد ذي واك 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 يا خياني معروف واك واك معناه صغير يحب على جرمانة. باهي توت اسمع البكي ذي ذي تبدا هكا وبعد تهبط على الريق. هذا ظهر بهيم من الصغرى كي مولدي. والله صحيح كي كنت صغير نبكي كاكا. اي عاد كملناش بربي راهو عندي اربع سوايع ما لعبتش طرح رمية راسي تكسر. حتى انا ثاني راهو اربع سوايع تو قاعد ليك كونسيونس لهنا ونفهم فيك من قبل كيفاش قاعده تقولي وندون في الملاحظات سينو راني باش نولي لك تالت. لا لا زيد ها انتوما مانيش باش نحل بيكم مشروع ما نجم نصدم بيكم على حتى شيء. حتى شيء تنجمي تصدمي بينا؟ انت مولدي نجم نصدم بيك في حيط الباقي كل لا انا قررت باش نحل مشروعي وحدي. نتحمل مسؤوليتي وحدي. نتلاقي بالصغار وحدي. وناخذ الفلوس وحدي. عليه او عندي فكره اخرى. هاي تلهى بالصغار وحدك خلص لدقات وحدك حل المشروع وحدك واعطينا احنا الفلوس. والله فكره خي مولدي فيش قاعد تكتب غادي قاعد نقايد في الفلوس قداش دخلنا الشهر اللي فات مازلنا بديناش نخدموا وانا قايد. انت راك ماكش قاعد تقايد فيهم على الكراس مالا وين حولها قدامك قايد فيهم على الطاوله يا مولدي بالله الكراسه وين؟ ايه مولدي مش هكيك الخطوه الاولى نحيو كوش وين نحطوه في الفريجيدير هاي ومن بعد
بعد نحطوا التالك. تالك حطيته الكل امبارح عجل خالتي قالت لي عندك برشا ريحه البوتنسيال بزيت لفقته الكل. اسمعني نحطوا له فرينه نجمو يحط بطبيعتها فرد لون هي للضر لا تنفع. باه مولدي فيش تعمل؟ ننظف فيه. مولدي مش لاي بيك لا يصنع في الجره يا مولدي. ناه مال على شكون؟ شبيك؟ علقت لي زفيش تاع البيب ولا؟ مشيت علقت في العطاره في الخضاره في الباركينغ ثاني اللي كنت نخدم فيه ذاك الذكريه. الكراه بعد ما دهنتهم زدت علقت فيهم الاوراق. اي مالش قاعد نعمل. ومشيت علقت في الباب تاع الحمام في التاكسي فونات الكل مالس علق. جيب ربي ما عملتش عليك او كحطيت انا توتو في الفيسبوك ولسيت تاع لي زانونس كل. صحيح زانونس كل اسمعني زانونس كل فسر له بربي. عرفت توتو هذا مرة عملت عليها رسالة شنا معناها توتو كيعرس هز مرته وفياج دانونس. اولا لا اولا لا اولا لا قل لي يا بقرة في عمرك هذا مازلت ما تفهمش معناتها لي زانونس. يا بقرة في عمرك هذا مازلت ما تفهمش معناها لي زانونس. يا بقرة لي زانونس معناتها واحد عنده دار يحب يبيعها ولا كهربا ولا فريجيدار ولا غاز ولا اللي هو زربية يهبط يحط اسمها على الانترنت باش الناس تكلمه ويشريوها من عنده. توا فهمت معناها انا عندي كلوه وشات رضام تاع السنه الثانيه ابتدائي فرشات نجم نهبطهم على الزانونس ونهبط نبيعهم ونصورهم ثانا كاكا. لا هذوما تبيعهم باب سيدي عبد السلام ولا في الملاسين. توتو سي بون الامور باهيه كيما وصيتك. انا تعرفني رجل اعمال مثالي انا ملي في كرش امي وانا نخدم على روحي الخدمه هذيا كل شهر نعمل لها الحساب ونطلع لها الفاتوره. اما عملت لها رميز روا هبط في السابع. اما يظهر لي ميمتي قدمتني في شويه مخ. اما اش باش نعمل لها ميمتي ربي سامحها الله يرحمها من عنا. واه مولدي ماماتك حلومه مازلت حيه؟ صراحه حلومه ماماتي ناه ام ضايعه. اي مالك كيفاش خالي هذايا سكين عاش تتكلم. الو مرحبا دجدج للعنايه المكثفه بالطفل. اي لا نتلهاو بيهم بالقداه صغار ننظفوه لهم نوكلوهم نرقدوهم. اي لا نخدموا 24/24 7/7. مرحبا بيك مدام اتو مومون صحيح دبرنا كليونت. شبيك شتعمل؟ سامحني سمعتك قلت لها 7/7 ولا شنو 24/24 يا اخي سامحني خلي نحن باش نحلوا الربو في الصغار ولا باش نعملوا لافاش؟ انتي لازم نعملوك لافاج دو سيرفو بقره زيد بيم. لا يا توتو وينك بربي يعني هكا شنو في القهوه وصغار شنو نعمل لهم انا وحدي باش يهبلوني راهو. يا لله يا لله محليهم الصغيرات محليهم المليكه محليهم هما بالحق محليهم ما فهمتش كيفاش سكتوا عندك. سبعديك قد سخيله سيها تربيت الصغار. يسار يهديك المراه خليتها تبكي اللوطه قالت لك انا راني جبت وليد موش بنيه. اش دخلني انا تعبت من صغار عطيتهم لدجدج بالكي مشيت طيب تهز واحد فيهم هك هاي باش تشكي بينا الشرطه مالاي. يا اخي نورمالكم قعدوا زوز عطيه واحد فيهم اما خير ولا تقعد من غير صغار جمله بالله والله وناخذ عليها فلوس. بيان سور خذ عليها 15000 هك نجيب لنا وليد رجعوه لها بنيه ونزيدوا ناخذ عليها 15000. خي خالي ما تسمعش ما قلت لكش خذ 30 قلت لك خذ 15. سالا بيليكول شوف تبارك الله شوفك الزين والعين شوفك السويقات اووو كسرتات او بليس اسمها مي البنيه راهو احن من الراجل راهو ولا بالحق خيرك من وليد. هز عايش اختي. شنو هز سامحني عايشك انا جبتك وليد ما جبتلكش بنيه. اسمعتي فك عليك من الاولاد اش تعمل بيه بربي نهار اخر تبدا في جرتهم بلاصه لبلاصه هاو ما تشكور والله لا يقدر ينجم راهو يتيح لك يا للزطله يا للسياسه البنيه احن وزيد تطلع بنت امها.
اسمع نبه عليك والله والله كما تجيبوليش توا ولدي لا مانيش كي بيكم وباسيكم ير هاي عاد هز عليا البنيه عاد خليني نقدم على روحي يدي شنو تقولي هز البنيه يرحم بو صلي على النبي صلي على ولدك هيا لله ولدك هاي بنتي بنتي خويا الخرطر راهو اي قداش يلزمك بو عندنا 6 قروش صلياني بي هذا كلام تقطع الخير من الدنيا ياخذ ولا ما ساره والله لا ناخذ فرنك كلام هذا الفلوس ليه انا ناخذ الفلوس انا بتاع فلوس تهامي مدام تبدا عندك ما تعمل جيب ولدك بحذاه نتلهلك بيه انا ما عندي ما نعمل والله راهو مليك ملي عليا الدار ربي ملي عليك الدار وانا نبدله في الكوش 6 مرات عليه هكا عليه يدوج عليه والله يا دوجة كما جيتش صاحبتي ومحسوبك يا أختي لنعملها العملة نجيب ساك معبية بالحويش تقول كنت نصبة بيهم في السوق غير عجبوني قلت نختار إينا ونهز الدوجة تختار واحدة زكية شكون غيرك في هالدنيا يخمم فيا توا كلام هذا شو المرأة ما تجيب الحويش كان بلوسايا ومن كل موديل تجيب قطعة بركة قلت نود بيهم دجدوجتي عيش أختي يا ربي قلي زكية هذه مثلا قدش تعمل والله نطلب المرأة ونقول لك انت باش تاخذ هذه بركه يزي وخايتي نهار كل منصف يبعث لي في الحوايج بالعمل قلت له يزي ما عاد تبعث لي حتى قطعه تيزي تشوف شو محليهم مغزر لي كولور لي ورسختي لي يزي ترى نشوف انا تزكى انت اللي حط غادي حط كسرتك غادي شو خزلتها باش تتكلاطه بالحوايج تسلف لصاحبتها ما يرجعولهاش ما تعرفش حتى شكون سلفت ما ملكي عندك فلوس بتجري بفلوس بابا الحوايج شري التليفون توا كلام هذا زكية قد حق تليفون قد حق سوريا إيه عندي تليفون جديد للبيع زكية من باكو غير نسيت الباكو في الدار بيت صو أكاها ما استعملتوش جملة جملة جديد ما ليزي تحبش تمشي تقيس هذيك خنشوف عليك بيه تزكيخي بطلت التفليم وتعلمت تحايل لا يزي التليفون القديم ولا يزي مستعمل ولا يزي فيه تصاور مزيد في الفريب يا رسول الله بالحوايج اللي تدغ فيهم في دوش ما قلتش نصور في بحر ما قلتش نصور في الحشيش يسكت لا تسمع كمان كمان انا ما تعرفني نموت على الستر قديش قلت لي انت التليفون قلت لك بيسو هاي قديش بتحسبه؟ والله على خاطرك انت على خاطر زينك وعينك 600 يما رايك انت ذكيه 400 برشو 400 ياخو قرض يما خليتي على ربي 200 باهي برشو يما تبربي يجي عندي ما نحكي لك يسكت بركه 50 وحسيبك ربي ان شاء الله تدعي بيا يما بيبي تعرف كيفيه 50 باهي أم على شهري أه؟ وعلى شهرين زيدة؟ مين جاني أنا؟ جمع الفيت برك مخلص قاعة على بنتك دي جونكتور يخدم الطنبور يدور ترمستار لبس عليها والفيزيبل ماهوش محروق غريبة يا خالي بربي فيش قاعد تعمل يا ستعليه بشاريني خنتي أنت إيشنا وجدت عليك أنت في صالح الماكينات أبو؟ هكا توا؟ مادام ما نعرفش صالح أنا؟ أي ترى الماكينة لبس عليها وانت تقولي بكسرة وانت منين تفهم منه؟ بو انا مستقيل مالا هبش مش نحيلك حواجي وتغسلهم بيجيب معاك حواجي مولدي فرد مرة خنغسلها تلا غالب دوجش كي تكسرت الماكينة عيط لتوتو بش يصلحيني توتو؟ توتو يا صار صلحنا ماكينة صابونة علاش عمتلك عليه ماما منيش بالعانية انا ما فهمتش شنو اللي قام عليك هكا فجاه جاتك الحذيقه قمت غسلت الحوايج الكل ما خليتنيش حتى قطعه نلبسوها يما اجا نفسر لك حاجه انا كي لقيتهم من الدين حبيت نفوحهم جبولي جوست فيغ بليزير مش خليتك ناقصه مش خليتك تطير طيخ هذيا عليه هكا باهي باهي ما تو نتصرف انت ما قلت لك عاد مش بالعاني بيعه المريو الأصفر وين؟ تلا غالب مولدي تقطع قطعتهم الكل يا أخي إيش نعمل نال عمري نخرج زادة لجنينة نقطع الحشيش نعمل بيه مريو الأصفر سمحني
شام ولدي؟ شنو ذاي؟ طوني المريول اللي قطعتيه أصفر وذاي أكحل سما ضرة فوارة فيك الأصفر الآخر. ولا يا مولدي كمشيت خذيته من عند صاحبتي نلقاه ماركة تاليانية فالنتينو روسي لحمي قام شوك شوك وعيني دمعت وقلت ذاي كمن شريش للمولدي بربي تحفية حسيت خاطر فالنتينو روسي كي عملوا على خاطرك انت وزيد ذيك تحرق بيرك ما تغرقش خاطر أسخل وأسخل وطلياني والله يا مولدي والله 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 لعندك علاش تحلفني قلت برا بميتين وبرا بتثمية وشني الدنيا هيك المولدي ما يلبسوش المريول والله يا مولدي والله يزي عاد من الحلفين يزي والله ما تصوريش قداش حسيتك صادقة مع روحك قبل كل شيء وصادقة مع المولدي حبيتك نا جتام عايشك مولدي والله 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 هذا كنت حاب تاخذه حتى في 45 45 45 بوني ان شاء الله تاكلك تعرفي 45 كان عندي ايش نعمل بهم نا شنو ناخذ فوند كوميرس كامل في شارل دي غول قدام مارشي سونتراج ونحط فيه هذايا فالنتينو ولا قلت عليها بيع بابي مشوار فلوريما بمية بي ياخذوا حتى ب 35 انا 35 نتاعك يا بنتي باه تعرفش كيفاه هات 15 لا لا عاد اقل حاجه 20 اقسم بدين الله ولا نكمل هالليله لا ناخذوا اقل من 25 دينار باهي مولتي مشيت معاك هاي قبلت فيس هذي شمت لك هكا كشفتني توتو ايش قولك في الكوستيوم هذا ما هكا اخي ما قلقتش من الكوستيوم الاخر انت وليت كي تنحيه حتى حلومه ما تعقلكش حرام عليك نزيتني في كوستيومي عشير عمري هذاك خذيته من هرتي ما ترزت توتو هيا حك جنابك وخرج لنا حتى نقولوا 90 دينار كوستيوم 90 دينار هي جاب ربي عطيتك النص الفوقاني انا كوستيوم هذاك خذيته ب 10600 توتو نعرفك راك مكفن طرف فلوس مني تعطيك فيهم دوجدش وزيد في بالك هذا كان تلبسه في بالك شنو نجم يصير ولا شو يصير تتفكرها فتت احلامك لعينها زرق وشعرها اصفر وطويله هذيك لما تجيك تبكي زعما زعما كان نلبس كسوه هذيا نلقى عشيره عمري يا ولدي هي انجلينا جولي كان تشوفك تطيح باهي تعرفش كيفاش هاني مكفن في البوسطه 70 دينار هي باهي نحي منهم حق التاكسي اللي وروتور باهي وزيد نحي منهم حق فطور انت عليه فطور يا خالي انت تعرفني نجوع برشا البوسطة في راس الناج اي عادش بيه يلزمني ناكل باهي وزيد نحي منهم كارتة بتاع تليفونه ولويه شو باهي باش كي نجبد الفلوس نقولك الو راني جبت الفلوس اسمع توتو من الاخر قداش باش تعطيني فيه 10500 خالي يما شفت الروبة ذي كنت لبسها لما با يبدا يبكي على كل نهار ما عداش معاك وعدا في فرنسا وحاجه اخرى طلع ترى شنو انت تلبسها منها وتجي 6 كيلو مشيو على رواحك عليه صونا هي ولا شو اسمها انت ليه ماما زيت على هكا الكرش عليه ريتني نمشي وكرشي سبقتني لا 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 حقيقه ما لا انت قريب شي ياخذك بالنفس المونتاي مانكا ميسيش خلينا الضعف ليك انت نحب روحي هكا ومين جبت عايشك الروبة هذي هذي يا موليتها قتلك ب 85 دينار يزي زيد تتفكر ما قلت لي محلوة محواج زكية كلمت نوال ودبرت من عندها نمره المرالي تشري من عندها زكية وارخ زيدة قلت لي ما تخلفوش جملة في السوق هاي تشري ولا تعرف سارة اما فريمون كسوة طلعت هايلة من اللي لبستها حسيت بحاجة هكا تبدلت فيها هي ثم هكا انرجي جديدة البارح وانا ماشي للخدمة حقا ما نخدمش انا ماشي للقهوة البنات الكل تغزر لي بغزرة اعجاب هكا منهم واحدة وغمزتني شفت على توتو قلت لك راهي الكسوة باش تعمل لك برشا برشا سوكسي اون بليس مباركة حقا نهار السبت باش تجيني سلعة تفطق أي باهي أنا بدي قررت باش نتلاها شوية بروحي أما نحب هكا مش حاجة إني نحب شوية ألوانك أي باهي أي هي تذكرة مسخة نهزوها الماكينة نغسلوها لا الماكينة لا لا لا
كلهم ذوافرك كلهم منجاهم كلهم بصحتك عقبتها علي ونال بهم لم صدقك نعمل لك ولا صادقة يزم الحلفان أجشت بالبكاء معاك كاكا تعمل لي مريولك صنع لك خصيصا من فالنتينو روسي اي خاطر مريولك بالحق تصنع في ايطاليا بالحق تصنع في ايطاليا ساعه البدا اذا بعد نحب نعلمك لنا شخصيا عملت ريسيرش على الانترنت نلقى فالنتينو روسي سوق في الكراهب ثاني حاجه روما نلقاها مشي في ايطاليا في باب السويق انت منين تفهم منها ساق بالايطاليا في تعرف روما وين جيت ايطاليا فيها حلفاوينو فيها زهرونينو فيها برشا بلايص وزيد فالنتينو روسي صحيح يسوق في الكراب اما فوقات فراغه يعمل مراول خصيصا للعباد اللي كيفك خصيصا للعباد اللي كيفك بصحتك والله العظيم بصحتك بعيني هذه ريتك ريت عيني هذه ريتك بها انت وصاحبتك المسبوعه الذكيه من بالاتينو البالاتينو تفرتينو في الحوايج بالقطعة بالقطعة وتخبينو صحتك مش صحيح هذيك تلقاها واحدة تشبه لي باهي انت نقولوا شبهوا لك برشا في العالم والمسبوعة الزكية فما شكون يشبه لها اصلا ذيك اي سبحان الله يخلق ربي مش بها 40 اسمع نقول لك 50-50 ويخلق مش بها 200 اللي يا اخي كان زكية تعقبها عليكم داش بيه يسكت اسكت ساقبل 80-20 وزيد مستوى لازمني نعمل كابيتال بيه نعمل ضربة بيه اخويا باش نبطلها يعني الخدمة ذي فيها برشا ريسك ماشي حابة تفهم داش بيه سي المولدي ناس المولدي اي بوس النعمة محلاها بوستها شنو هذا؟ شنو هذا؟ واه هيا دوز جاوكم الأربع مراول زوز جوبيت وثلاثة روب هيا ماشي هيا صحيت صحيت مش دوينة باهي عدي ورويحهم وانتي خالي للوين اللي وصيت عليهم الكل لا تبارك الله تبارك الله السلعة باهية ما لا غالب خسارة شنو يا لا غالب ما أنا متفاهمين إيه ما مقينة ما كتشوفي حال البلاد كريز ريت الدنيا ما غليها حال حليلة البلاد وليت واحد ما عادش خال جملة جملة لا شو غلا وكوا يا ولادي شو مدخلني فيها أنا حال البلاد هم بليس ما همش غالين برشا إيه والله إيش بشي نقول لك هني قلت لك هما ما حلوهم الله غالب الله غالب أنا ماذا بي الحقيقة ما لجمش خلصوني فيهم حتى على شهرين بنيتي لا شهرين لا عامي بح ماذا بيا ما واحد ما ينجمش ما ينجمش بعد اكثر ما يعجبكش الطاقة الشرائية تعبة الله غالب الله غالب كانت تحب تخليهم لي بلاش مرحبا لا حتى انا كيف كنت تخليهم بلاش لان اخوه يا ولا انا اخوه فما حتى مش خليها لكش في قلبك شنو بلاش تشبيها هذي عاد بالله اعطيني شويه البيسي خلنا نلعب تمك تشوفيها كونكتي باهت التليفون خلنا نلعب شويه كاندي كراش هو بعدني عاد مولدي امان ماني خايك امان شد حطينا المدردر خليه يتحل وعلى المدردر عندي فكرة جهنمية باش ندبروا برشا فلوس يا تودو كيفيه بشوية ساعة نحس في حاجة تكتك تحت ساقية تليفون مش نبلعان تليفوني كسرتوني تاني
تليفون شريو لي تليفون. كي بربي عايش بنتي زاد انت ما حقك راك ماخذ تليفون صحيح هكا كاسح شنو هذاك تقول كعبه قفرات ولا شنو هي تدوب مع فاست عليه تكتك. ما تزيدش تفكرني انا انت عفستي على تليفوني شريو لي تليفون. يا عايش بنتي عايش بنتي في المال ولا في الابدان؟ لا نحب في الابدان يا خويا عطيني تليفون تصرفوا شريو لي تليفون. باهي الزعاد يزم البكاء عاد شبيك تو عملتهم الكل يا اخي على التليفون شد يا سيدك هاي بشوي ها وريت التليفون هذا يجعلوا الرب يخذيه ريتو حتى خلت تهامي كافس عليه ساقوت تفسع تو هذا التليفون يا ربي حتى بطري ما فيش شد علي تذيك كان يجيو جماعه لاثرتو يفكوهولك ميمنيش فيك مولدي فهمت تمشي تبيع حوايجك وتشري التليفون ناوي نبيع حوايجي نا تسمع خالي تسمع نبيع حوايجي تناك نتبيعيني قطع الف ما نجيبش باكو تزيري هلا قال لك باي كل عام يبعث لك من فرنسا ومر حوايج مره كذا خمسة خميسة لا بسالي علي بلا بلا حسن تعضو مش هاني قيت شو لقيت قيت طريقة كيفاش باش ندبروا فلوس لتليفونك هاي واش نحب تليفون بالطمزة كما تحصار الطمزة يطمز عينك شنية اللي بالطمزة بالطمزة تليفون تقطيح يا ربي كسروا لي تليفوني وزيت لعبي هاي ميمتي ميمتي قداش تعبت اليوم خلينا نطلع نتكى شوي وين تطلع ما اقعد ما انتقد بعض اخوك متوحشك يا ربي متوحشني كنت نعوم في الخاصه في روما هنهار كل وجهي في وجهك يا وخي براس امك اقعد بجاه ربي اقعد براس بنتك اقعد يقعد بالعربي عندي ما نقول لك مانيش ولد الشاب بينا مش عندك ما تقول لي هيا تفضل احكي اش تحب ماو تحب على الفلوس ما عنديش بح نقريلو من كساب حتى دورو بزيد الماكله طيب تركب فطور وعشاء مني باش نزيد حتى شيء تي ليه انا فلوس تعرفني انا ماركه فلوس وكان كاع الماكله ماني فطرت الحمد لله هاي بي ليه نحب نحكي لك حكايه خشمك بريه وذنيك قلايه احكي موني تعرفت على واحدة وناوي نستحسن عاد جيت نشاور فيك يا ربي وش خص ان شاء الله ان شاء الله خليني نرتاح اتفضل احكي اليوم صباح قمت بكري حجمت اللحية توشت وخرجت ماشي للخدمة انت ماشي للخدمة لا ماشي القهوة نسيت خاطر ما نخدمش انا هكاك وتعرفني واحدة طويلة سمرة شعرها هكا على قم سرسب حتى للربة لو العين عين بقرة هكا تغزر لي هكا وتبسمت لي أنا ماك تعرفني حشمت هبط راسي أيوة نعرفك حشام يا حشبكش هيك هو هبط راسي وتسرسبت مع الناج أنا نمشي وهي خالطة وراي زربت ولا تزرب وراي أنا جريت وهي تجري وطعيت لي توتو يا توتو توهمي توهمي أي وأنا نجري هكا هي تقول لك تهامي وتجري في جرتك هيك هو عاد حشمت عاد وليت وقفت انا وقفت وهي تعمل لك وتمد لي جواب اش فيه عليتك جواب تلقى فيه ورقه جبتك الورقه لقاها مكتوبه بستيلو الازرق اي اش كتبت لك خطه مش واضح يا ربي يا ربي صبرني اذا بشمشي قوم نرقد اما انا ما نعيش كعيش كما نعيش اختي تيقعد تيقعد عاد لا أمان أمان عايش أختي قل لي إيش نعمل قل لك إيش تعمل مش أضرب راسك على الحيط برا مش تكبر قدوة هكا تقول لي اختي امان نمشي نتكب نرقد باهي امان امان بجاه ربي براس امك براس بنتك برا امشي انت ارقد برا يا عايش اختي امان يمشي يرقد دوجة ما قلت تعبت برا ارقد ربي اعطاني كل شيء كل شيء بكماله
اللهم صلي على النبي. السلعة خارجة كي البطاطا. بارك الله بارك الله. تراهي تخلي نصورها فيك. اي حط عليها. عاد خلي خيما كانتي. قديه؟ حط عليها 70 باهي. باهي اوكي. ثم زادة مولدي ها كيفاش نعطيك اكران مينيرال تانتي اوت بروتكسيون سولير في كوموند تاع 10 دينار 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 يا خالي بقرة بيه ما عادش تعمل عليه هاي خالي صحيح بقرة وبهيمة ما عادش تعمل عليه ساعة أول حاجة بناية خالتي مديتي لي جعبة قدك بوماذا ما مديتي ليش لي كوموند وكران وثاني حاجة بحكم عملت لي ريسيرش نتاعي عمري ما ريتنا اكرون بلازما واحد يدن بها في وجهه دونك انت خالتي بقرة لطف يا دوجة ديما انا نجيك وانا نسأل تقول ما عنديش يدا انا غالب زكية ما تلومش عليا غاطسة تسييق مسحان تخميل تطيب زيد قراية سارة مخي مشغوب لا غالب عندك الحق حطينا سيدة الحقيقة كنت ليه في شوبينغ أوليني يا دوما ديما يبعث لي منهم منصف بغير ما نوصيه ليه يا دوجة تستعرف ريتو هذا هذا يا شريتو من شوبينغ أوليني مرا تجي فيهم من تركيا وتحط سلعتها على الانترنت يا بنتي عندها سلعة تقتل وزيد يوصلوا هلك حتى للدار يا خاتي يا السلعة ماهيش غريبة عليا كيني دراوي ريتها زكية تعطيني نمروهما بيان سور نعطي راه هيت اها والنمر واه قلت لك عطيني نمر المراه مش نمر التهامي هنا التهامي هذا نمر المراه اي هذا هو واه والله نمر التهامي خويا اي لحظه خذ راحتك راني جايه تهنى لله الدار داري اما اسمع دوجه ما تغشش ما تاخذش كيفي ماك تعرف ما نحبش شكون يقلدني خلي تليفونك الو وي مدام دجدج اونلاين وي اي علاه ما وصلتكش اليوم لحداش اخي ما وصلتش الليفريزون تاع المنزاسيس اليوم لحداش مش قلت باش تهزها لا وصلت ليها البلوزون والكاسكيت الحمراء فيها راس كلب وي قالك وصلها لك هي والكاسكيت الحمراء باهي هاو معاك هاو معاك الو معاك شبه تسيح هذي وسع بالك ليونت هلو يا ود هلو وش بيك تسيح يا اخ وصلت لك نه لبلوزون شخصيا للمروج دي منزة دي نقص 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 بلا جياويات ما دام شنين الفرق بين منزة دي وبين مروج دي لا لا سامحيني ما دام وصلت لك وصلت لحظة لحظة عندي سنتر دابي لقدي معاي شنو هي صوتك؟ بابي الاخ الو قلت له هنا زيد باش تعمل لي مشكل اخرى الو وي عسلامة دوج اونلاين معاك عندنا كل شيء شنو تحب؟ شنو هي عندنا ديدورون تاع وجه عندنا اي شنو تقول الاخر؟ اكرون اكرون سولير عندنا والروب تاعي قداش بربي؟ الروب اللي عندنا تاعي 38 42 عندنا بلوزونات عندنا اي وشنو هو الاخر؟ كملوا عاد قرطسوني انا وبيعوني جمدتوا توا لا تفع عليك يا خالتي نقرطسوك انت ونبيعوك هكا توا حتى كان جاي عنا قراضن يرفع وانت اللهم صلي على النبي احلاها العطل الراحه والاستجمام والله يدرتش حتينا تقطعت في كليك زمانيت ظهر لك راحه واستجمام الصباح عندك غسيل الماعون القايله تمسح الدار العشية تقد الجنينة وكي تقلق كي عندك الحوايج تنجم تطويهم تنجم تحددهم عندك برشا حاجات تنجم تعملهم واش قولك في الليل في نهز عصام مش نعز في الباركينج ونعمل غسلة لكرهبة بابا اللي يجي مرة في الأربع سنين شبيه بابك ناجي ألو أمي ناجية مرحبا مرحبا بي قدش توحشتك وينك وينك أي أي توكي قمنا من النوم أي أي أنت جاية اي ما ايه مرحبا بيك خاطر احنا في دار امي اي في بالي زيد قلت نزيدو نهائرين انا وسروره غادي جايه زيد اي اي قلت لك اي مسيش مرحبا بيك ما هو جايه لداري ما هو ايوا نعرف دار منصف يعجبك شنيا انا شنيا ولدك مش كيف انا حسبتك كميمتي يا ربي يعلم عايشك امي جاي بسلامه
سارة القى لي حل مامتك جايه يا مان الحمد لله يا ربي اكيد ندبر طرف مصروف علاه انا مش نعطي فيك في المصروف هذوكم فلوس حلال انا عارق عليهم بالله عارق عليهم كيفاش لله اسبح نادي في معون العشية تغسل صابون وكي تحب تبدل تبدل جو نجم تحدي تتوي الحوايج لالا ذيك مش بمقابل لالا هذيك داخل في طاعة الوالدين هذيك داخل في الأشغال الشاقة وتعذيب الأطفال شنو رايك في الروبة حستها ضيقة عليا ولا درا كيفاش تضيق على الاخر تقولش عليك عصبانة وش لزك انتي انتي مو لزمي نلبسها ونوريها لك باش تقول لك الروبة اللي ديتها لك في عرسك ويني تبغى تقارن انتي شنو هالمريول اللي كله فيران لبسته مش فيران ما مامي تموت على ميكي زعما باش تقعد برشا انا نعرفها كان جبت ساك صغيرة زرقاء راهي باش تقعد نهار كان جبت ساك صفراء راهي باش تقعد جمعة ما كان جابت الساك البن بني راي باش توطن يتوطن ولا ما توطنش المهم تجيب معاها برشا فلوس تفضل 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 أمي نوجي يا عيسك تفضل عندك كل خير مرحبا 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 بك في داري أمي نوجي أنا جيت نطل على دار ولدي توحشت بنت ولدي العزيزة كريتينا قداش توحشتك توحشت قد الدنيا الكل مامي أنا هذاك علي جيت باش نعدي عليك السلاع الكل جيت باش نونسك نعرفك نعرفك تقلق وحدك من اللي هجبوك عليهم ينجي وحدها هنينا ميمتها معاها و مش كيف مش قلت لك راني باش توطن هيك جبت الساك البن بني شقلت شقل قلت لك اللطف اللطف قداش توحشتك يا مينيجيا ما ريتنا يوحشك عزايزة يا مينيجيا اي هاو الفطور عدو حذر يا اخي هذه شنية بنيتي سلاطة واه شبيها هكا اسمها لها نقصوصة كيف لف الهندي هذه سلاطة قداش كعرة يا بنيتي يا مينيجيا مساعدتك لاباري في وذيناتك لا نحمد الله ونشكره عزيزة راني وليت تسمع خير من بنت عشري أو كابلا مارا نسمع فيك البارح في الليل تقطع فيا وتريش أنت وكل بوهيلي خوك واه واه صلياني بيوم يا ناجي السعينة نحبك 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 نموت عليك محلقاتك ومحليك يزي يزي من التقفيف يزي قوم حطك السكينة غادي وبرمشي تفقد طنجرتك لترصيرها تتحرق كما تحرق عشية البارح وبيتني كبة بلاش ماكله ربي ربي صبرني يا ربي أنا الساك البنت بني ما نجمهاش امشي تصرف كيفاش نعلو باش نخرجوها من الدار شوف لنا قطوسة هكا عندها حساسية من القطاطس الأخرين نحب تولي تعطس وتكح تاني باهي ما سالش تركيا تي ما سالش تركيا عادش بيه ما سالش مش تعمل هي تركيا في تونس أنا ما فهمتاش لتو الفازة ذي راه باهي لا علاني خالتي اسمعيني باش نجيب لك قطوسة مسخة أمورها واضحة باهي عاود لي توا بالضبط اش باش تعمل اه سيدك بن سيدك نجيب لك قطوسه مسخه على الاخر نجيبها نعمل بها دوره في جنينه ومن بعد ندخلها نبدا نحك فيها على الفرش هك نحك 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 وهي تعطس وبعد ننزل بيت البانو كيف كيف نبدا نحك فيها غاديك نقول لها دوري على الحرف على الحرف نتاع بيت البانو تهني على الحرف هكايا تبدا ماشيه جايه ماشيه جايه بعد نحطها في الصاله تتفرج في التلفزه ومن بعد ندخلها للكوجينه نحطها فوق الطاوله تتعشى صحيتك قل لي عايشك اكل كواترو اللي هديته لك كيف ولد ساره يا اخي وينو ماني شراه فيه ما تقوليش لا وحده امي ناجيا ولدت بسار حبيت مشيت طلعت السنين هزيتها للروضه هزيتها للمكتب من المكتب تعديت للكوليج من الكوليج خذيت الباك من الباك هي توا في الجامعه تكسر يا امي ناجيا مشي قديش قليل تقدا سامحني امي ناجيا خذ راحتك تكة تكة احسب روحك في دارك بجاه ربي والله 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 ينحس في روحي في دار ولدي وما مقلقني حتى شيء ما تحسش روحك تحب تعطس تحب تكح وي نعطس ونكح في شقان بسم الله عليا نحمد الله ونشكره والله لا تربحك يا أمو دي البلاصة دي كيظلي ما مسهش شقلت قلت كاين نمشيو للكوجينه انت ماكش براني لوش قاعدين في الصاله بربي في الكوجينه خير
مين ما عندي حتى مشكل، الكوجينه صار كلها دار ولدي. يا قوم قوم. هيا. أمي ناجية مرتاحة هكا في الكوجينة؟ مرتاحة، نحمد الله ونشكره. يا خيتي راك عم تلقاها وما رتشني عليها، درت بيا الدار الكل. لبس عليا لبس، نحمد الله ونشكره. القهوة جات زايدة سكر، أما ما يسالش باش نعمل لك. درك المولدي وين مشى؟ شبيه المولد؟ قلت لك المولد صدم وأنا لتوا ما قضيت عسيت زقوقو. انت من نصلك عره بنيتي، فال عليك. نستاهل نستاهل انا اللي معامله عليك يا خالتي. اش عملت؟ قلت لي جيب لي قطوسه مسخ، جبت مسخ، جست نظفت لها شعرها ومشط لها ودوشت لها، ما عملت شيء. توا يا ربي انا قلت لك جيب لي قطوسه ونظفها، قلت لك نحب القطوسه مسخه هكاك كيما هي. يا ولدي حل حل مخك، هذا حلو، حل مخك وركز معايا. عايش ولدي، ركزوا الكل، فهمت؟ هذا كان زازة. لا زازة تهني مخك، هكا سباس كامل تنجمي تعملي فيه صاله وبيت نوم والشباك يحل عجنينه والصغار يلعبوا وترمي لهم زوز قطاطس وميعاو ميعاو. مولدي عايش ولدي، افهمني، ركز معايا، شوف ايش باش نعملوا. نعم هاي اوكي خالتي. امي ناجية ترى ما عجبنيش وجاي كصفر، ترمس لك السخانة ترى. بشوية بشوية، لبس عليا لو وجهي اصفر لشيء. عينيك سبابا مسكينة، رجوع ربي يديني. مسلي في راسي قلت لي في السخانة كان طعم في بارتي بوكس. اسمع اسمع، انا الدوكيومنتير هذايا على القرودة فديت منه، انا باش نبدل شوية موسيقى. عايشك معي. اش قلت لي انت؟ يا اخي وين حس الغنية ما سمعتش؟ علي وصواتكم ما سمعتكمش، استني يعني. ايه هذيكم شي البيليت وفيت؟ انا عليها الاخر على الاخر. كلموا بالعيات منش نسمع فيكم. امي ناجي شنوة؟ بشوية فجعتني، شربوية اللي فين اللي عندك؟ اتوامي يا اخويا، راي باش تهبلني راحي. لطف على اختي، نهبل انا وانت لا. انت باش تنعقل ما نجمناكش خالد، بالعقل الجمله. اش قلت؟ لا قلت لك صار لي نخدم في رمليه وطبخ وزيد نحط عليا اليد العامله ولله صار رقتها من جنتي والناسي. يظهر لي لقيتها، حط لها الملح في الماكله. واه تحب تقتلها؟ هي قتلتنا بالمسوس. يا حاج خويا صلي عني بي، حاج اخرى حاج اخرى. باهي، شكون أكثر واحد ما تحملوش وما تقعدش معاه حتى دقيقتين؟ هي بالطبيعة أنا. أبار أنتي. لقيتها يا توامي. سيلو وحدك، دق عليها. أكا هاوين عاد خروعها. يا شومي، أنا جيت وأنتي ماشية، تقعدي برك خلينا ناخذوا كلمة، نعطوا كلمة وقعد. أمي ناجية أنا مازلت متوحشتك، مازلت ما شبعتش بيك. ليه يا زي زي أنا شبعت بيك، شبعت بيك حتى التوفيق شبع من الدنيا. ها أنا ما آخر مرة أنا شربت قهوة مع مختار الخضار. يا شومي مازلت تشرب في القهاوي مع مختار الخضار؟ يكبر يا مرأة. دبري فيا ما عاد احكي لي على خميس. خميس؟ شكون أمي خميس؟ حكايات كبار. ما وقال لي عاد كيفاش ناجية قصت مع خميس. أمي ناجية، لطف لطف لطف، عاملة ساحب تخرج معانا؟ بسم الله عليا، أنا نعمل ساحب؟ كلي مزيل وكلي بقى. أمك بلية دهية، مالا رخص الحرير حتى تمسح بيه تناجر. تو تأكدت، مالا خميس هو اللي قص معاك. أكا هو، أنا تو مروحة وفي الحديث المستوى متاع القاعدة طاح. لا اقعد اقعد هاتا نطلعو. منصف عسلامة، توحشتك يا روحي. منصف اخي تسمع فيا؟ منصف تغزر لي ولا؟
اما نسيح شويه منصف مني قاعده نشوف في شيء. منصف انت منصف يا منصف سيح اني مانيش اسمع فيك. قح الجمله كاو نرجعوا للطرق التقليديه. زيت كحالتي باطل سواكتي باطل لا جيتي لا على البال لا على الخاطر لسعدو مكبوب مكبوب لا سكيب لا تليفون. شو محليها الروبة؟ الحقيقة شو باش نقول لك زكي يا اختي هي حلوة اما شنوة من الفوق مقعورة شوية عريانة ومن لوطة قصيرة تقولش عليها باب مطهرة. الساعة سنة لموذة القصير بيان سور اللي يفهم في المودات خيتي قصير على روحه شو باش نقول لك انا ما نجمش هذه نلبسها ندور بها في الشارع ولا شنو نشريها ندور بها في الدار حتى كان جا منصفوني. الحقيقه زكية القصير يذولي نتاع قوره مش بتاعنا احنا. هو واحنا اش ناقصنا على القوره؟ بون نحكي على روحي بويس كان السيلي يقتل المينيواتيني الحق. دوجا يا اخي مش كاينك سمنت شويه؟ ليه بالعكس انا مستحفظ على روحي تينا اللي علي لما نتعشش ناكل كعبتين ياغورت. هذه العشاء الاول ولا الثاني؟ يعطيك يا زكية ملا نحلف لك ويميني صادق منصف قال لي لو كان نهبط لتونس من خاطر قصت 50 جرام الا ما نشكي بيك حبني هكا مضحت حتى انت وخيتي تملى العين تبارك الله. انا سي المنظر شو يعبدني عبيده يقول يا زوزو يا زوزو ما نجمش نعيش بلا شبيك يا زوزو. الجمعه اللي فاتت هزني السيغي وشال السيغا ديامونت مناسبه السا فالونتان ربي فضله ولا ينحيها عليا. نعرف نعرف وحتى تقول لي يعجبك شي فكرتني في السان فالونتان في بالك منصف اش قال لي خيرني قال لي تحب سيتوان وشناشر وإلا تحب نهزك جمعة راس راس في جزر الكانالو. لا يحيرك ما بين السيتوار وليزيل دو كاناري. أوه يا بنتي نقولوا كانالو كانالو شنية كنادي. خالتي 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 نعم خالتي باهي سامحني اسمعني خالتي حاجتي بك في موضوع مهم على الاخر. طب بما انه سان فالونتان على الابواب شنو رايك انت لحيرة نزلها ورده حمراء ولا نزلها تعمل سحفه لبلبي عند ولد حنف؟ خدي عملت صاحبه؟ عملت صاحبه بارع فيها ثلاثه قعبات على الدم وكز يا ودي قلت لك صاحبه صاحبه اه اي عملت صاحبه لحيرة متاعي توا برسك عندنا برشا ما بعدنا ثلاث ايام هكاك. وين عرفت؟ على الفيسبوك. اي قطعه عالميه الشعر الاصفر تقول لك انا قلبك الرفاق الشلاقه الطريقه كلهم حاسينهم من بعضهم لمتهم قطعة تليانية تشمل التليانية ميد ان شينا تحتك. طب انت ليش ما تاخذيش حاجة للمنصف نتاعك هذاك؟ هكا منصف طول حضرت فطور وانت مالاش اسمه؟ اسمه عمي المنصف. هاو عمي المنصف نتاعك ما عيدش لي عم مولدي وعليا وعلي ايامي. باهي ما تغشش علاش ما تمشيش انت تو غاديك تاخذي الطيارة طلي عليه وانت مروحة تجيبي لي شوكولاتة وتجيب معاه برتقالي توري فاهم. هاي يا سيدي يطلع العلم رسل فكير في بالك مولدي اول مره تقول حاجه تصلح في بالك برتقالي تصلح على الاخر تو. سالورة عايش بنتي اش تعمل في الصف لطا نعملوا العقر ها يما ما صحش توعيد المسيحيين وبيت اللي قريتها وريتها وستيتي نعطيتش لي كادو في سان فالونتان. احنا ما بالعيد الكبير بالعيد الصغير بعيد الشجره بعيد الشباب والطفوله بعيد اقلاع الكبير بركه مشكل الكوري يعرفوا يحبوا حتى احنا نعرفوا نحبوا صحيح نحن نعرفوا نضربوا بالبونيه نعرفوا نطيحوا القدر نعرفوا نقصوا مع صاحبات قبل بنهارين في ما نشريوش كادو. سروره سروره انا نحب نعمل كادو لبوك نحب نطلع بحذاه في الصفه لطا ما انا من رئيس نت تعلم تنطقها وعام الجاي تمشي بحذيه. والله يا زيد انا اللي نسال فيك تو نمشي نتصرف وحدي ونعرف شنو نعمل. اوكي سامحني تو شنو حكايه فرنسا ما فهمتكش انا. اختك يذولي هبلت قالت لك ما نحبش نعدي سان فالونتان بحذا منصف. اي والله فكره باهي حتى نحب نمشي معاه. بربي انت اش دخلك هي ماشي الراجل اللي تحبه انت. حتى انا نحبه منصف والله نحبه. دبروا روسك من راني ما نتحمل مسؤوليه حتى حد. اسمع سيدي على دشدش كبرت باش تولي تمشي لفرنسا
ايه وانت شنو اللي قلقك كي تمشي لفرنسا؟ بربي يا خالي، شكون مشي طيب؟ شكون مشي يمسح؟ شكون مشي يغسل لنا حوايجنا؟ شكون مشي يغسل لنا الماعون؟ لوجيكمون انت. نبه عليك حقه. كان مشيت درجة لفرنسا ربي سهل لها، ونحب نشوفكم كان كي نعرضوها في المطار وهي جاي. امان سرور، موت بالشر انا، شكون مشي طيب لي؟ دبر راسك، لخت اختك وانت حر، كان ما قلقكش تقعد جيعان وحوايجك مسخة وحالتك حليلة، خليها تمشي لفرنسا. ودي شوف هاي ترودي. تشبك حولة يا اخي ما تقمريش، شوفي ها. وريتي. يزي يزي تف الناس قاعدة تموت انتم تفدلكوا. سمعتوا بيا الطيارة اللي تحت في فرنسا؟ هاي. قالك ماتوا فيها 200 واحد اللطف. طيار جي انتحر، عمل بيهم هكا في القلب. زيف. هو كان انتحر وحده في الهم عزي، اما هو قال لك حلف بمين؟ قال ما نموت الا ما نقتل ركاب الطياره واحد واحد. ماتوا الكل ماتوا بصراحه. الصفر الايامات في الطياره يخوف، الطيارات طايحين تكون عصافير زيتون. يا اخي الايامات الطيارات قاعدين يتيحوا كل يوم. ايه اما الموت بذل ربي، على خاطر ساعات واحد تلقاه يمشي في الثنيه لا تحلى دزوه ضرب بسكليت يتيح يموت على البلاصه. اش تعال سامحيني خالتي، هذا بين مع الاخر تضرب بسكليت يموت نورمال. تريتنا الناس سيدك بالخبره اللي عندي في المجال الجوي، اي درت العالم الكل في الطياره ما خفتش، العالم الكل بداها من نفطه توزر بنتي حتى الحي النصر سيدك مشيت له. اي نعم مشيت له. تعرفي مره خالتي الشيفور تاع الطياره مش لابس حزام الامل؟ مش لابس حزام الامل؟ ما تفهميش قد ما قريتك فماش امال انت استغفر الله العظيم. حسيب سيدك الشيفور هذا هو بيد وما يصبش الماء في الطيارة قبل ما يخرج، الفوات الكل حرقها مو قفل حتى واحد. الحاكم خلت عليه ويزمر هكا بيردو فوار شيء ما قفلوش. تعرفي اثنين كاملة ما دخلتش الكيوسك. وين ركبت فيها الطيارة؟ منتزه المروج. تعرفي تحت بين الطيارة وقبل ما تمشي. اي فهمتك فهمت. خلينا متفديك واللعب هذا بتاعك. قالك الايامات يحضروا في عملية باش يعملوها في تونس ارهابيه كيما تاع 11 سبتمبر. اي في امريكا دخلوا في الاتحاد السحاب، في تونس فاش باش يدخلوا ترى؟ نجم يدخلوا في الافريكا، عندك المونغولا وعندك خالد توهامي. تبعك. الو امي. اي اش عملت فيك القضيه اللي وصيتك عليها؟ نسيت. يا ماني فرحك. باهي باهي. ستة حيار عظام عربي، حليب ناقة، وسردوك عربي. هي أمي والله يحبوا والله. هاي باي باي. شكون القضية هذه الكل؟ المنصف. منصف؟ هاي باش ننزلوا في عيد الحب مفاجأة. أبا خيتي باش تمشي تقابل راجلك وحدك؟ أي نعم، والموضوع هذا لا نقاش فيه. زعما يعقلها؟ تيلي يا بربي، مازال طويلة بعفنا في الروب 36. لا يعقل. كيفاه؟ ما نتصورش واحد في فرنسا دق عليه واحد الباب يجيب له كوفه فيها سردوك ست حير عظم وسندس طاقه وما يعقلهاش. حليب الناقة ناقة مش سندس طاقه. ناقة طاقه كلها بالباقة تروح عادي. مسكين بقى. مسكين على الاخر عم المنصف. قولوا اللي تحبوا، انا باش نمشي المنصف في عيد الحب وحدي. يا اخي ما عرسش زعما هو؟ وحتى كان ما عرسش، نرى وضار بالها. واحدة فرنساوية شعر أصفر والعينين زرق وهكا سفلتوتة راهي هكا تلبس الميني جوب. سالي مسكين عامل منصف. مضمض ماهوش خرج وجهك للعظم العربي ولا الدجاج العربي. بالله اي تسخنوا في باليش بها صاحبتك المصفارة اشبع بيهم اكل قوره البسقاقوات. مال علاش ما عادش تهبط انت لتونس؟ احنا ما عادش نعجبوك. الروب اللي بعثتهم لي الكل متاحة اكل ما عادش يعجبوها تبعثهم لي ليا انا، لميتهم لك كي تجي ارجعهم لها. ليه بابا؟ انا ما عادش نلبس 36، انا وليت نلبس 54. شوي قطر عليها كيما في الكارتة.
اوه يا ربي، هذا البلاتون نمره 15 محلول، تو ما لقيناه العظمه المحنونه. كلم شويه. شاي لقيتوهاش؟ شاي شويه تقطر. شنو هو توتو؟ ولي تلقاقي انا من ماكلت العظم ومن مسال العظم. اسمع، تطلعش هذه زعما نشوف. تي لي ما لازم تلقى فيها لوغو. شنو هو الليغو؟ هو شعار، صورة، عنصر مرئي يستعمل للدلالة على علامة تجارية معينة أو سلعة. برك الله على خويا، برك الله شي عارف يتكلم. توتو بلاستيك مش هوني في فرنسا. أي الفطور ها وحذر، قولوا هذا باش نزيد نفقس لكم العظم. قولي عايش بنتي، في طلوعك الشملة طلوعك. فديت انا فطور عظم، في القايل عظم، في الليل عظم، في اللمج عظم، تقريبا يطلع لي الريش في شعري. تبليش نقول انا ناكل معاكم في العظم، زيد انا اللي قاعده نصرف ونشري في البلاتوات. يا ربي ما تو كان انا لقيت العظمه وربحنا الفواياج لباريس، خلينا نخرج نسهر ونلبس اللي نحب. ايوا حضر روحك ماله يعجبكش. تصور تو ماشيه وجايه في الشانزليزي مولان روج، سهريه غادي هاك البلوندة اللي عينها زرق. يا بابا يا بابا، اللي يلقاها أمه راضي عليه. آه وصبح نقوم كاكايا ومشي فك لتراس على السانة كايا واحد وتضرب الفياقة. سارة قوم مشي أقرع على روحك. أوه يا ربي، واحد ما عندوش الحق حتى يحلم. ربي يشوفها الكعبة ذيك مازلت. ما شي تخبيري في بلاصه شيطان ما يعرفهاش. قد قال لك لازم تتمسج جمله. اسمع انا معاك، راه خطرينا اللي قلت لك شوف هذيك خبي ما تو بعد يعني. هذيك بنتي لقاتها خطر انا راضي عليها. لا عاد مش تو نروح الا توا. خليني نخم. ساره يا اخي، مش انا امك اللي جبتك، امك اللي حبلت بيك، امك اللي ولدتك، رضعتك، وكلتك، شربتك، قراتك، وراتك. مكش انت بنتي انا اللي ربيتها وبعت عليها النوم الغالي وسهرت عليها الليالي. انا ما نستحلش ماشي لباريس نشوف منصف، نعملوا غاديك العائله السعيده، وزيد بوك نجم يعطيك برشا فلوس. باهي، اولا ما انا عمري ما قلت لك قريني داير هاك التو متحمله تبعات العمل اللي تعمل فيهم. ثانيا انا راني نجم نكون سعيده على الاخر، معناها شوك العائله فمية دامس. ثالثا انا بابا راني نجم نتعدلو في كل وقت، ناخذ فلوس دوبا نوصل لباريس. راني خالك توتو، عليه هك عليه تحب تحرمني من فواياج لباريس؟ لعل في باريس انا هكا نبدا ماشي وتعرض لي هكا امراه عينيها خضر وشعرها اصفر ايوا طويله وطايمه كان، واش تحلك الدنيا في وجهك. اي إيه علاش بتزنيش معك لباريس؟ انا راني تعرفني ما نمرجكش، خليك تعمل اللي تحب. نعرف خالي نعرف، ولذا انا اولى باش نمشي معك لباريس. أو بليس أنا راو من أخوش بلاس، أنا راو طويل، أنا هك نمشي هك. أنت قدي تفهم في السياسة؟ أي أي تبارك الله عليك. أتو تشوف ما تختارني كان أنا. أي ليه بتختارني أنا أمة اللي جبتها؟ طيب عليك قلت تختارني أنا خالها اللي ندلل فيها وتحبني ونحبها. شريخ يزيدش تو مركاكة بتاعك كدي شي شريخ هذا شنو اس يزيدش تو من البلادة بتاعك أنت. واه 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 يبعد عليا غادي ذبان قدامك. اوه شنو هذا؟ تفضلي مادموازيت. يا مرحبا يا لله، حوت على بنتي 55. اللهم صلي على النبي. الشاي الطيب لك امك يا لله. عايش بنت اختي المزيانه، تحبش دينار من عند خالك؟ حدد لك حوايجك. تحب نمشي نجيب لك قهوه؟ ماك تحب ديريكت انت نجيب لك ديريكت. سامحونا سامحونا عايشكم. يزو بلا قف، نا مدير الحملة الانتخابية نتاعها لحاجته بحاجة كلمني. نا كلمك انت بابا، انا امها اللي كبرتها وربيتها وقريتها، بنتي انا اللي بعت عليها النوم الغالي وسهرت عليها الليالي. بنتي اي عايشكم من ظلكم غريتي انت بعت عليها النوم الغالي وسهرت عليها الليالي وسهرت رزقكم الكل. في الاخر اختارتني نا مدير الحملة الانتخابية نتاعها، كان عينا راي اختارتك انت من غير تطيح قدر ومن غير اكتاف. هذه انتخابات نزيهة. نزاهة؟ اي شو معناها نزاهة؟ نزاهة نزاهة ذي استحبت امي تظهر تجيب في الحوايج من تركيا. كيف اللي جيب من تركيا؟ قال من تركيا نزاهة فلان اي تباعد عن كل مكروه، يعني لا انا لا انت يلزمنا نأثروا عليها ونستغلوا نفوذنا، لك انت امها ولا انا خالها، خليوها حرة طليقة كطيف النسيم.
شنو باش نكرو فيا شايله عندي اما اما مالا شكون انا انتخابات يعيشك من فضلك بلا قالوا انتخابات بلا قالوا مولتي وي دور لي التلبسه تحب شي اخرى مش شويه سيب سيب انتي واه تحب انتك يا سيب استايبونا عاد خلوا المدام ستريسي ترتاح حسابها شوي مدام تحبش نعمل فيك السيجاره في شايف كوجينه ما تحبش نعمل فيك السيجاره في شايف الشارع فالونزي شنو ايش هذه الطفله هكا تو تسيبها بنت الطفله الله وحد الله وحد توتو خالك ما كيف وحد سبت اثنين ولا احد يسلك هالك وما يهمه في حد سوسو انا لقيت شعار للحمله الانتخابيه بتاعي حبيت اقول لك عليه تهامي ولد الشعب هلعبت كل الشعب حتى مدوش ايه دوش عارفينها بنت الشعب اما منطاليتي قديمه يعني ما تعرفش ما هيش منفتحه وانت بني منطاليتي باش تعامل معايا انا باش نتعامل معاك بمنطاليتي بتاع الشباب ها وي ديجا البرنامج بتاعي واضح هو برنامج شبابي وسهل في التطبيق زاد ماهوش صعيب اي شد عندك يا سيدي عندك الحق في التسكع ليلا اي ثانيا عندك الحق في الملابس الفضفاضه بدون قيود اي ثالثا عندك الحق نهزك تسهر في المولان روج رابعا عندك الحق تيزينا من عندك الحق هذه حقوق عمرها ما تنجم تطبق تقعد كونش في الأحلام يا عتشبي هذه وعود انتخابية حتى وكان ما تطبقش ما نقولوها على الأقل هكا توتو وي عارفين مش كل بتنجم تطبق أما أنا كيفاش السياسة مالها هي نوعدو بعد الله أعلم تطبق ولا ما تطبقش ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة كل الطيبات يا ربي خليكي يا سرورة سرورة يا سرورة يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب حبيبة سبحان الله مغير الأحوال انت علينا ما عليك انت من على شكون شكون عندي خلفك انت حبيبة في الدنيا يا روحي سرور انا من اليوم قررت باش نبدل معاملتي معاك اهي المصروف باش يتزاد اهي من 2000 الى 2500 برشا عليك الخروج تحب تخرج اخرج بالحق وي انا معك سروره تحب تشوف اصحاب شوف عندك خالك تهامي عندك مولدي ما بربي يقطعني مولدي اخر مره قلت له هاي نتقابل نمشي نشرب قهوه تعدل دار زكية عندك رجوع مخر كيف تحب تروح مخر روح تعرف حتى الوقت ايش الوقت ما انت وقتاش كنت تروح عاد مسموحك الوقت ايش نهار السبت 6 نتاع العشيه وبقيت ليمد وما نكمل نقرا باهي توا عندك الحق باش تروح 7:30 وما لا جو عايشك يا ما محليك دش قتلتني بحسناتك سارة لا يا كملتيش استنوا فيك راو دقت ساعة الصفر توا اللي حج واللي عوق توا نشوفه خسارة ويني في الخلوة خلوة باش تكون انتخابات شفافة تعمل الاقتراع متاعها في كامل السرية بعد تجي تحط الورقة في صندوق الاقتراع ويجي المولدي يجبد الورقة بما انه هو اليد الامينة مولدي يد امينة يا زين القصرينية مش امينة حبيت نقول لكم لين نحبكم الزوز ما نجمتش نختار بيناتكم خذوا انتم الفواياج برا والباريز مع بعضكم يا عيش بنتي انتي بوسة مولدي شربها علينا توتو شقالك في روبتي باهي ما نحسها عاريه شويه
لا هذيك بعثها لي بابو كان جات علينا لو ما بعثها ليش. سامحني طنقنيك والانفتاح اللي موجود عند عائلة بوك بنيتو في حتى عائلة انا كما جيتش انا وامك واقفين لك راك خشيت الخلاء انت. اي سورتو انت بالحق. اسمع خلي بالحق ولي مزيانة ولي نحبش نخرج من دار الحق قدام صحابي. مزيانة مزيانة باهية ما نحسك ناقصة حاجة هكا اكسسوار ولا. حق توتو دوبا نخلطو باش نعطيك 2000 وما تخرجش معايا لعبد ميلاد تقعد في القهوة المقابلة. رد بالك امك وصاتي قتلي رد بالك عليها من اختلاط. جوستومون خاطرنا كلنا بنات صافين كي تدخل انت باش يولي ذاك اسمه اختلاط. صحيح. اما 2000 شوية. 2200. تقاوة تقاوة غاديك ب 4000. باهي. نعطيك 4000. لا 6000. تي باهي. توتو. لقيت شنو ناقصني. شنو؟ شركة متاع رقبة. اي صحيح. باهي ما نكبر على هي درج خلينا ناخذ حاجة من الصيغة نتاعها نتسلفها نفزع كبير شوية قدام صحابي. لا دوش الحاجات هذوما تدوان منهم. رد بالك تمثل حوايجها. تي امانك توتو تي هما ساعتين من زمان. باهي 6000 باهي. 5500 وبوسة. اوكي. دش اش قولك في الوهره يا خي شبيك اش صادك علاش عامل في روحك هكا عيد ميلاد راهو. يا خويا قلت نبدل شويه اللوك نرجعوا لايام الشباب نتاعنا اليوم باش نعمل لها الضريبه الروك كنترول تيست وي لايك وي راك كبرت على الحكايه هذي عايش خويا اعمل عقلك ورزن تهامي باش يدوا لك بها ولاد الحرام وشطحوا لك السلو ولاد الحلال ما يسالش يشطحوا معاه. يعني نعرفك عمري ما نبعتك لبلاصة وتهنيني خسارة كان ما جاش عندي عرس أخت زكية راني مشيت معاكم ساقي ساقك. تانا تانا اليوم تو ناخذ لها الدوبل إكسبريس وكان ثم حاجة نكلمك في التليفون. أي أعطيني حق الكارت تطلع بهم. لا لا ما يسالش أعمل لي أبيل تو نكلمك. سرور هز الفتحة معاك ها يخرج يخرج امشي فيسع امشي للفوتوك بالتاكسيات وليو بالماجوراسيون امشي وسرع. أكاو في المال ولا في الأبدان؟ خطيك ما عادش تدخل عليا ما فهمتش علي شو يبراكي فيه ورقلك يا خلي يجري يا خلي يخلط عليه وانتيني قطعت تاكسي مش قاعد تعمل قاعد نعاون في السيد يبدل في العجلة تفشت ما شفتوش التاكسيس تراجل ناس ملاح في دي كاملة وهو ينصح فينا؟ ينصح فيك انت ومش فيا هنا. محسوب انت ما دمعتش عينيك كيف حطنا السيدة عبد الباسط عبد الصمد وقعد يحكي لنا ويحكي ويحكي كيفاش رجال كبار تصحب في بنات قد بناتها حسيتو رجل وطني انا. خالي لو يحكي عليك انت مش في بالو انت مصاحبني انا فهمت. سارة الله ياكو بربي شنو عملنا تو في الشركة والله دجي لما تعلقني من سقية والله. اسمعني اسمعني كما يقول المثل الشعبي لو كان الكذب ينجي الصدق انجا وانجا. لا ما عادوش كان الصدق ينجي الكذب انجا وانجا يا غالي اماني كماني كاين نتصرفوا باش نشريوا شركه جديده ما عندناش فلوس غاليه ذهب راهي شبيك عليا. وسع بالك وسع بالك وسع بالك كيف باش نوسعوا بالي بربي منين باش نجيبوه المليون توا لازمنا نطيحوا ونقوموا ندبروه شامك توا نطلع فوق السطح خالتي خديجه ننطر لها مريول ونجيبه لك مليون يا بهي مليون مليون بهامة يا حول صرصور توا مليون ما تحساش برشا فلوس بقداش انت الشركه اللي ريتها اللي لقيتها في البركه بمليون و200 وانا عندي 200000 مكفنين المليون منين باش نجيبوه يا خويا انا عندي 10000 كنت حاب نقسموها انا وياك 5-5 كانوا عندي زوز كوارت بو 10 العشرة الثانية ما لقيتهاش حتى انا ثاني عندي 10000 ما غير ما تكحر لي كما تحبش عليها مش لازم مش قلت انت مقاين عليك مني جاتك 10000 لقيتها طايحة في جيبك يا سارق يا بليد يا بليد يا قليل تربع سارق وزيت خامش وناتب على ريحة البوتنسيال مش هو مشكل تيزي وبربي توش مش نعملو كيفاش ندبرو المليون والله بالرسم ها تنبيعوا الارباق نتاعك مش خير تنجيب لك فيه نعم مليون كامل اي والله هو قول كرهبت منصف الارباق فيها ازاي تفكر توتو كفك الاكسيدو مخرش وانت عندك ميكانسيان تشبيه مدخلين بعظم اظن هدينا ميكانسيان وانا كرهبت منصف نتاعك نحكي نوع على الارباق هذا نبيعه ونجيب لكم مليون بيم 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 يا
بهم بهم بالارباك. يا ماما يا غالية يا روحي يا عيني اللي نشوف بيهم كي تغيب علي الدار تبدا ظلام يا حبي. يا بنتي هات من الاخر اش من مصيبة عملتها. يا ماما مش يقولوا في المال ولا في الابدان. طبعا انت ديما في المال. انطق. نحب نحكي لك اما خايفة. لا ما تخافش تكلم برك تكلم. يا اش تعمل عندك هذي وين هاي قلب عليها الدنيا؟ بين نحكي لك اما وسع بينك وفهمني نحكي وكلمة ما بربي ما. لا 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 انا تعلمت النقاش نحكي وكلمة ما فري 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 يتكلم. اسمع هي يظل لي خالي سرورة باش تسلكها. شكون قال لك؟ ماكش تسمع في السياح. ركز شوية شوية اخر تسمع اللطخة. لا لا ما نظنش خالتي ان تصور خذت العبرة من الحوار الوطني. انا حوار وانا وطني وانا رباعي راعي للحوار ما يهمنيش انا المهم ترجع لي فلوسي اللي سلفتهم لسارة وان شاء الله تخلى. لا لا تهنى خالي تهنى انا نتصور خالتي دوب ما تسمع الحكاية اي باش تجهش بالبكاء تعمل لك تصرفقها بمليون في وجهها. يا بيم خالتي ما تعرفش قالتك دوشة في حياتها بكات مرتين. وقتها نهار اللي ضيعت 20 دينار نتفكرها كيما عندي توا. والمرة الثانية وقت اللي لقاتهم. أيوة وبعد ما بعت الأرباق متاعك البقي كيفاش كملته؟ أوه على الأرباق موتوتو بيع سبيدريك اللي بعثه له بابا عمناول من فرنسا مو 48 البونتير متاعه جاي ضيق. والله توزن يا سيدي المهم أنت لاباس. يا لله على بنتي يا لله قديشني فخورة بيك بنتي أنا بنتي أنا اللي سهرت عليها الليالي وبعت عليها النوم الغالي اليوم كبرت ولا تتحمل في مسؤولياتها سرورة. حقيقة قداش كبرت في عيني مربي كينا كبرت في عينك. عطيني زوز منين خاطرني طلعت رجلة مش خاص كان جا عندي وانا عطيك مورس بنتي لعندي. سرورة تو هذه ذهب ذهب اي ذهب 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 وذو قداش هذية ذو 24 كما اللي كانت عندك بالضبط. هيش باش نقول لك الحقيقه من ناحيه كيما اللي كانت عندي شبه لها برشا. اما شنو شنو هذي ذهب والاخرى بلاكيور. اه الاخرى شنو بلاكيور. مش بيك دورت على روحك وليك مرك الجولك. لا مركت الراحي وقتها طول شو مكا همش مشكل 26 3 يزي عاد من تكسير عاد عليه انا. يا ربي معناه واحد في داره وما يتفرجش في اللي حب كمان صرصورة نكمل البارتي خاسر. خي ما عندكمش ترزة في داركم؟ باحة ترزة شرى لنا بلي فرجي فرجي لي خالك ري خاسر 26 3 حتى بثلاثة مركضة هنا. يا خالي يا اخي باسكيت ولا فوت ما عرفش نلعب ما بليش الكيب اللي اخترتها تعبة شوية تحس بجوارات ميتين صارين. شوف هاي 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 اعطي ما مازالوا دقيقتين الطوف اراو حذر 5000 امشي تلعبوا على الفلوس زيدة يا ما يزي يا ما رم يقابلوا لك في دارك يا صارق يزي ما نكلكم تروح بدينا مش زيدة طوف مونتي شاش عملك شكون عملك مش بالعاني مش بالعاني اسمع تبارتين كملوها غدوة وين هذا تبارتين كاو غدوة غدوة كملوها وخمسة آلاف ودينار ايش بيه قطع هذي تو مولتي انت تفهم في الكورة؟ نفهم في الكورة تبربي بالحق تفهم بالحق في الكورة؟ تحبي تفهم ولا لا تشوفين يا معلم ولا لا صرفينا في 2000 تو تشوف العرض علي تو تشوفي والله كالعادة عم مختار بركة تو جاي المولدي ولد خالتي ولا يسكن مع توهامي هو طفل ذكي شره الحقيقه معاوني في قرايتي يفهم عرمش ولينا صحاب برشا تعلقت بيه. حقا فاش نوصل والله يا سيدي المنصف يسلم عليكم باهي وقال لي حكى لي حكايه التليفون نتاعك اللي تكسر صحيح وقال لي هو التليفون اعطيه لسارة يا عايشك يا عم اختار
هاي السلام عليكم سيدك، انا جبت لك اوراق ترانسبور كل باهي. سيدك عمرت واحده نزلوا 25. على مولدي خي قداش فيه؟ فيه 25. هذا ولد خالتك الذكي. يا عم اختار هذاك هو. سامحنا يا اخي معلم، انت تفهم في الترانسبور؟ لا انا ما نفهمش في الترانسبور. لا 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 الله والفرح وتان. شبي؟ لحظة تحل ثم اختارت ليلي. عايشك عايشك أموت عايشك عايشك أموت عايشك أموت يا ودي. راك أنت المعلم، أنت المعلم، أنت المعلم. تعرف يا سي مختار والله أنا نحيي فيك الشخصية متاعك والله العظيم. يا ما مطلقة رجعت الرجل، يا ما إنسان تيمة كاكا في الشارع ستيناف وحده يعيش، ورجعت لي الأمل في الحياة. يعطيك الصحة في الأحد الكريم قديش تبدع. ناوي الزرقاء نبدو نتفرج ونبدو نضحك وحسيله نقوله فرج النماذج تاع اللي متار اللي في التلفزة. شو عامل انت؟ انتم كيفاش تفرجوا؟ هاقد ولا واقف؟ يعني نتفرجوا هكا براسك. عم اختار نخليك معاها الوشقة. اسمع كي نخزر للتلفزة راهو مركز معاك. هاي خنجرتي التليفون ونجي. ربي معاك. سي مختار هذا انت جيت لنا. تفهم في الترانسبور ما؟ شوي. يا سيدك نبدو مع بعضنا. عندك يا سيدك جمعية جربة وأطلنطة، شكون اللي يربح؟ اللي نحكيو شكون الحكم؟ الحكم عملت عليه رسيرش رونه طارق العليمي. طارق العليمي حكم هكا يعمل هكا هكا. لا انت ليه؟ بالمكشوف لا. واضح بالمكشوف لا. باهي عندك هذه جمعية الكاف وأودي نازي. الكيف ما تعرفش؟ طلعت الكيف أنا. أنت طلعتها؟ طلعت الكيف. هاي وإذا كنت أنا طلعتها هاي يعني واحد واحد واضح. باهي عندك سيدك لهنا جمعية جرجيس وبادوفا. جرجيس كيف كيف كيما الكيف طلعتها. شنو عاد زاد الطو؟ الكيف طلعتها، جندوبة طلعتها، جرجيس طلعتها. أخي محل الفن تخدم ولا بناي؟ بناي فوق التراء ومحل الفني وقت نبدا البرا في الشارع. ايوا اش معنات نجم تقول انت مقاول فني؟ مقاول فني بارك الله فيك. بارك الله فيك. اش قولك فيا نفهم؟ ها شو تفهم؟ هاي انت بهمتني. الحمد لله الحمد لله. فاجئتك؟ ها شو فاجئتني؟ ماذا بيا تقعد فين كنت قبل تجيب حدا ساره؟ معناها كارني حاجه كبيره في البلادنا. كان انا جيت نحكم هاي ما نحطك كان يا وزير الشباب يا وزير الرياض. لا لا حطني وزير الثقافه عجلنا نفهم ياسر في الاقتصاد. تعجبني جميلة منك. يا ربي يا ربي لدختي زوالي ويطيب ما عنده حد. يا ربي حل بيبان في وجهه وجيبه في الصواب يا ربي. لطف ما رديته يتيم طفل. مش يقولوا اللي فاقد السند يتسمى يتيمة؟ هو ما عنده سند في هالدنيا كان انا. ولحمي شوك هنا يغرى ورقت بدوم وعهك شوية ونصدق. سرورة نصارحك بسر عمري ما قلته لك. نعرفو كي كنت صغيرة كنت تاي 34 وكان شعرك طويل وأرطب وأصفر. لا 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 وقت اللي أنا حبلة بيك زنستو بيمين ووعدت قلت لو كان نجيب ولد لما نسميه المولدي. جيب ربي جيب طفلة تش برجولية ظاهرة وراها فلوس لحكي. أمان سرورة تعرف أمك ماترياليزم؟ لا حتى تعرف. والألفين راولي عمر بيهم بروموسبوري أنا عطيتهم له. ايه وشكون عطاهم لك 2000؟ يفضلتهم من مصروفي. وشكون يمدلك فيه المصروف؟ يا دوش من غير ما تبدا تعمل هكا وهكا راه مومو باش يربح باش يعطيني ليا انا ناخو ميني كوبر هكا قربع نمشي بها نقرا. نعم نعم بنتي انا بنتي انت باش تقرا بالميني؟ بنتي انا اللي ربيتها وقريتها، بنتي اللي صرت عليها الليالي وبعت عليها النوم الغالي، تمشي تقرا بميني؟ هذا فين من كل جهه المدافع على الهداف متاكد توا المخ امورنا واضحه ست زيت مع الاربيتر. يا ولدي موضوع الاربيتر انساه، الامور 5-5 واضح واضح. 91-3 91-4 91-5 91-6 يا ولدي اش تعمل اش تقرا؟ تقرا في الوقت هاك ماكش تقرا في النتيجه. ملاي باهي يا زفر معلم زفر يا ودي مش انت على الاربيتر كيما قلت لك الاربيتر مو واضح 5-5 عايش ولدي. ما نتكلم مع مختار قول له صفر توك ويزع على صابر. باه باه ها باش نكلم ولا درسني حتى صفار غزل غزل. كلمته في التليفون لا لا
ورد ويلي يا زفر. الحمد لله يا رب قريب تخطف. يا رب يا رب ما زفرتي. يا رب يا رب تخطف. ايه شوت 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 صحيح. اه يا ربي شوت هبط هبط مكسرك من فوق طاولة السالة. خليه برك خليه مش بالعاني هو هكا ما كان عملتها هنا راك طيشتني من شباك. اي عادي عادي صحيح. اي اي قريب يوصل. علاش علاش يعملوا هكا؟ قل لي قل لي ايش قاعدين يعملوا؟ يا قريب قريب يا خالتي تو في الوقت الضايع نلعبوا. ريتا يضيعوا الوقت وبعد يقولوا الماتش شوف فيه مالنا كورة. يلا هيا هيا هيا. يا رب يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. استفرحوا استفرحوا سكر الثلاثة مش معدلوش. يا ربي يا عالي يا ربي خمسة دقايق والمولي يولي اون دافير. يا ربي يا معلم يا معلم. وتبدا سرور تسوق فك الميني كوبر الحمراء. يا انا ميني كوبر نتاعك يا بنت تسلي على النبي. يعجبكش الزاد باش تقسمي معايا؟ امان مولدي يا اخي نسيت شكون عطاك ال 2000 تشري برومو سبور. كانك على 2000 ترجع عاملك. يا عجبتش زاد يا زين صلي على النبي يوفى الماتش وبعده نحكي. يا رب يا رب يا رب. زفر امشي يا معلم. زفر 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 زفر. الحمد لله يا ربي يا ربي. وداعا يا فقر وداعا يا فقر. والله لو واحد راسات لازم يحلم وخصوصا الملايين. طاو طاو ربي تستر يا ربي تستر. كان عملوا لهم براكاج. سبق الخير يا تهامي. هي لا محاله الفليجه صغيره والفلوس برشا. اما ما نتصورش مالا تعاركوا في الثنيه. تعاركوا علاش باش يتعاركوا؟ مشاو من هنا متراضين يا اخي. شي حكيمه وكل واحد ياخذ باي وكل واحد حل شريك على روحه. اي وانا باش نقفلهم على مشاريعهم. الحمد لله الحمد لله يا رب. همشيو همشيو همشيو. شبيها ساره طلعت مغشه؟ شنو هذاك؟ قلت لك براكاوهم. عسلالة. شنو احوالكم؟ السار يا ولدي براكاوكم؟ هاي الفلوس موجوده من الفلوس ويني؟ لا لا الفلوس ما خطفوهمش. لا اي اش عملتوا البكاجي خلتوا مرجعوا غدوه؟ لا خالتي مش هكاك جمله. تتكلم مرشت لي كبدتي. لا ما ديت له بطاقه تعريف. كنت انا ربحت في البرونت ستور. غزر لي هو قال لي والله لا نا نحلف ويحلف. نا نحلف ويحلف لين تعاركنا. ضربك؟ لا بنتك اللي ضربتني سارة. وعلاش ضربتك سارة؟ ضربتني سارة وقيل خاطرني عطيها بالضر ولا ما نعرفش علاش حسيت. اسمعني غزر لي البركاجي قال لي انت الورقة منين خذيتها؟ قلت له خذيتها من عند زهير في الحومة كشك. قال لي باهي وبعد ما عمرتها وين صبيتها؟ وين صبيتها؟ صبيتها في جيبي عجل. نا ما نحبوش ينقل علي. قلت له هك يعني انت هنا نعمل ورقة ورقة رابحة ونزلها هنا بيدي الزواير يربح هو مهبور ناس الربولاتيات. هاي شبي هنا اللي مبهتني حاجة برك على السارة ضربتني. وقيل انا ضربتني على خاطر ما قلت صباح الخير بانك جالك. هاي السارة ضربتك؟ هاي هذه شنية هذه؟ ظاهرة انسبتها معروفة. كان سارة ضربتك؟ هاي احنا باش نقطعوك. لا عاد قلت لكم صباح الخير كي جاي. ما في بالك لين الساعة تسخفني؟ عليه لازم نقطع الريش ولا واقفة شرح ببرقيبة شدة الصفارة نعدي في الكراهب. تلي اما شوف قبل كنت عندك هنا ومعايا توت وكمل توا خلطت علينا المولدي. ياسر عش حيش مسالش مسالش كلكم وليداتي. هيا في بالك لو ما هاتلي كيف كل نقرضوا انتي اخر كعبة في الفترين مدلتنا برشا ودلالي خلف لابي. اي هاي نشوف العرض قدامي تبارك الله. هو صحيح انا دللت ماماتي هما تيجي نهار نتخرج ونعرس ونجيب بنية. اي سرورة كان نجيب بنية شنو تسميها؟ اخي بتبيع مش سميها مولتي. تفتلك معاك مش سميها دوجة. دوجة مجي ما تقول لي اسم دوجة اسمها تيكا. اي امانة نحب نسميها دوجة باش نبدا نقولها دوجة اخس المعون دوجة ما تخرج تسهر دوجة تعم بكني بنت لقريتها وريتها استعليها النوم الغالي. سرورة اما انا رو بنتك مش خليها انتي تربيها باش نجيبها عندي ونربيها في داري كيما ربيتك انتي. الحقيقة الحقيقة
هنا شيء هكا نحب نشوف الدار هذه معبية بولادك ولاد المولدي ولاد التوامي ونبدا هكا حتيرين يا ماما. انت مولدي ناوي تخليه معانا لين يجيب الصغار؟ انت بلي مسكين منين جاي مولدي باش يعرس هو ولا التهامي؟ الدنيا صعبت راهو. لا صعبت لا شيء، هما ياسر بوخر ستانسوا باللقمه البارده، انت لازمهم تلفون كوراجمون. اللي عند ربي مش بعيد، ينجم ربي ينوب علينا بالكوراجمون ويعرسوا. خير تشد عليك يا راكي، تعطل علي في الخدمه راه. خلي عليك عايش ولد اختي، تو نجيب شكون يصلي. هكا تو انا موجود وتجيب براني، هات مفتاح الصوبا. اسمع يا خالتي، هاتك ليمونات. تو انت وين تفهم في الحكايات هذه؟ يا خالتي افهم، راني هنا قاري عامين في التكوين المهني ميكانيك كراهب. ايش دخل ميكانيك الكراب في تسطيح الجيزة؟ يا خالتي يا خالتي راه فهم كراب تو يمشوا بالقاس راه. صحيح هذه فاتتني. اي وانت كيف عندك الدبلوم هذايا وتعرف تخدم الشيء هذايا، علاش ما فكرتش على خدمة؟ علاش القم الباردة؟ يا خالتي لا القم باردة لا حتى شيء، تو بلا سامحين. القاس نتاعك هذا يمشي بالدابوزة ولا القاس سيفيل؟ لا يمشي بالقاس دوفيز. صحيتي معناها التل هو الحل، فهمتي؟ واه اش دخل التل في الحكايه يا خالتي؟ راهو التل ذات خلط به المعترك لحياتنا، يحيطوا لي مولدي التل، التل راهو يبنوا به، يصلحوا به، يعملوا به خيطة حوايج، راهو التل أقوى حاجة في الحياة، وأنا برجوليا نحب نشكر السيد اللي صنعه. إي بيه نحب نفهم حاجة، أنت خديت الدبلوم ولا ليه؟ يا خالتي فهميني، تو هما خلوني ناخذ الدبلوم، تطردوني، هما قالوا لي ماكش كفؤ جمل أنت. وعلاش طردوك؟ حسب رايك علاش؟ عليه؟ مرة جانا البروف قال لي أنت بصفتك أقوى واحد المولدي في البهائم اللي عند الكل، هيك التاكسي هذاك غاز ريتها، بر امشي شوف فما فويت تحت الكهرباء، مشيت أنا نجري، هبط تحت التاكسي هكا، وقعدت نشوف في الفويت، ماك تعرف يا خالتي الغاز ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحة، عملتك هي الدنيا ظلمة مش نراه في شيء، حتى الفويت ما نعرفش عليه وين. شعرت بركي هكا هو نسيت صار من بعد. خلي عليك عايش ودي تو نجيب شكون يصلحه. خالتي تي ظلمه هي لهنا ما نجمش نصلحه. خالتي هاو عندي بركي. لا البركي انا. درش دش اختي قوم حط لي ناكل، اما راني من الصباح ما كليت حتى شيء، قلبي تقطع بالشر. وانت ايش لازك؟ جيت راك صبت ضربتها قد قد ورجعت قعدت في القهوه. تي ما قلت اليوم عاد سيونس يونيك بدا، نقعد في القهوه على طول، من بعد كي نروح نروح في البر. وانت ايش دخلك فيهم اللي قاعدين يخدموا على طول؟ خي ما وتباتك نهار كنت تبرم من القهوه القهوه. علاش هكا يا توهامي علاش؟ اش مش راك تخدم كي خلق ربي الكل؟ يا اخي اش تعمل بها الاستاذيه اللي خذيتها؟ ربي قيني قيني، ما قلت لك قداش الف مره انا. مبدا مادام البلاد ما زالت تحكم فيها البرجوازيه انا ما نخدمش والراسماليه. يا زيني عايش كزيني من الخر والطر بلا قالوا راسماليه بلا قالوا برجوازيه. يا زين شنو هذايا؟ اسمع توهامي عايش خويا، انا البارح كلمت زكي بالصدفه قالت لي ما اخوها ناجي يخدم في وزاره التربيه، قالك باش يعملوا الكابيس ولا درا شنيا. هي حكايه فارغه بالنقاط. لا 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 والله لا حكايه فارغه، هي بالنقاط. هي انت حكايه خطر. قيدتهم لك الكل النقاط، كان تلمهم ينجم يحطوك تخدم. هاني قيدتهم لك، قالوا باش تبيع يا بيع. هاي سيدي تبعني. لا طيب اسمع، قالك سته نقاط على الظروف الاجتماعي. وانت نحلف ويميني الصادق عندك سنين 10,000 لدخلت مكتوبك. صحيح. اربع نقاط على سنه التخرج، انت بالطبيعه اقدم واحد في تونس. شنو قديم اللي تخرجوا معايا خذوا لانتريت؟ باهي عندك اربع نقاط على الوضعيه العائليه. انت بطبيعتك تايم وخاي وما عندك حد. ما عندي حد، الله يرحمك يا بابا. باهي باهي بركة باهي، وزوز نقاط لذوي الاحتياجات الخاصه. باهي انت بطبيعتك وخي محتاج. محتاج لا محتاج. وزيد كافل معاك المولدي. وهذيك اكبر مصيبه. باهي سته نقاط كان معرس وعندك صغار. وانا مانيش معرس. اي ارتاح انت شي. لا 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 ارتحنا ولا ما ارتحناش، انا ندبر لك امراه معرسه وبصغاره حضر باش. هك ملا وديده وديتني بها. اش لمينا توا؟ اش لمينا؟ لمينا 24 على 25 نقطة، النصاب النصاب ما كملش معناتها. أتو يكمل؟ لا ماهوش باش يكمل. شنو هي النقطة اللي مازالت؟
المستوى العلمي هو الحقيقة ذنوبي كان ما زلت تفكر حاجة من اللي قريته. معناتها الواحد يقرأ 25 سنة ويبنك 20 سنة حتى لين يكبر يطيح وسنيه ويشي براسه يموت أم وبو وكان وأم والوليتين كي علينا وقت الذل فيه على لقمة بيردك شعبتك شعبتك اي وبعد يعرسوله يجيب جوجيجة صغار يهبل في مخه يمشي المنوبة يولي معاق ذهنيا باش سيادي يرضاو عليه ويعطيه 25 نقطة ويدخلوه يخدم. قلت لك رأس مالية برجوازية. فهمتك يا تهامي فهمت. اش فهمت 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 لي باش تقعدوا على قلبي على طول عمري. حتى انا فهمت برشا حاجات زادة. اش فهمت؟ قلت لك عطيني ناكل وليت تذكر فيا بالوظيفة العمومية والنقاط بتاع الكباس. يزي ذكرتني لي انا مزمر ما عنديش فلوس واللي انا يتيم. باهي باهي تو نحط لك تفطر اسكت برك اسكت. باهي تو حطني نفطر حطني نفطر تو. شنو هو الحزن في الكوجين؟ توتو قاعد يفطر؟ ليلى ولد خالتك قاعد يتعلم يطيب. نحب ندبر له خدمه في ريستورون. اي دبر له خدمه في ريستورون؟ اسمع معنا باش كمان دي حاجه ناكلها كمان دي لك معايا. يزي عاد من البلاد لازمنا نشجعوه ولد خالتك ما نطيحولوش المراه. يما وخيتي علينا مورال تحكي اخر مره حب يخدم مشى للحجام حل الراجل 10 غروس في وجهه بعد قالوا سامحني مشني بالعاني علي انا. ليلي مو المره هذه مش كيما المره الاخرى. المره هذه انا وياك باش نعملوا له كادرمون. اش تعملوا شنو كادرمون؟ علي ابهم المول دي كان خلي التوهم. اه سيدك من سيدك ركز معايا مليح. نشدوا العسل نحطوا ثلاثة مغارف بالمقادير السحرية. بعد نشدو نفس المغارفة متاع العسل نحطو ثلاثة مغارف أخرين زبدة. وبعد أسيد كوامية شدو كعب عظم نحطو الأصفر نطيشو الأبيض نحطو كعبتين قفرات نعمل صحصة مكايا نحطوهم. بعد ناخذو أسيد البتنجال نحو ليه الأخضر تسمعي فيا سارة نحطو الأخضر ونطيشو البتنجال. بعد ناخذو كعبة قارس نشموها أكاهو خاطر هذيك باهية للسحر ونحطو فراشة في وسط الماكلة. أي والفراشة الواسي مولتي عجل الماكلة لازم تجي تطير تيران فهمتوا؟ أي سيدك نجيب لكم المنيو. تفضلي مدنوازات تفضلي مدن. كما قاعدين نشوفوا هذيك عندك سيدك عنا أوملات فروماج وطن وكل شيء فيها توت أوبسيون. وعندنا سيدك حاجة أخرى السلطة التونسية. من بعد عنا سيدك الديسير جاتو موس شوكولا. ايه نحبوا جاتو بالشوكولا. هاي نبدا لكم باللونتري. الله يعطيك الصحة تبارك الله عندي. نبدا لكم باللونتري. ستار هذا هو عظم مقلي. وينو الفخوماج مولتي؟ هذي اومليت؟ الفرماج هو ما ثمش خالتي. اما تبنيه انت في مخك انت وبنتك واحسبي اللي فما فرماج. بيه والطن وين؟ طن في البحر خالتي. خلاص فوق انا نخاف. هذايا مملحة يا ابو ولدي بالعمل لساني لشلش. يا خالتي مغارفة بركة حتى هاي. مغارفة بركة مالك. مغارفة ذيكا؟ هاي. سيدك نرجع للكردون. شدي ثلاثة كردون. داك واش تمسحوا؟ وين هذوما احنا كلينا الحمة؟ غدا تاكل الحمة خالتي. مولتي انا ما نحبش اومليت. بيعطيني ومواصلاته كاملي هذاك الساعة كاملي هذاك تم بعد نجيب ليك. ليلى بيصير جيب لنا سلاطة جيب لنا. باهي هات نجيب لكم سلاطة. سامحوني سلاطة مشوية ولا تونسية؟ نحبوا سلاطة تونسية. واضح. واه تفضلي مدنوزات تفضلي مدام. شنو هذا؟ هذاك سلاطة تونسية عجل. فما شكون مدام يحبها صغيرة ومشي خشينة. فما شكون يحبها خشينة مقصوصة مليح مليح مليح. انا شراتي الحرف متاعي كل واحد يعمل سلطة كما يحبه. واضح يا غلبة. اي مولتي شاهدني في الموس الشوكولا. اعطيني اماك نذوقو. كملي هذاك الساعة كملي تم بعد نعمل لك موس الشوكولا. هذه حاجة ما تتعديش هذا الحقيقة. اعطينا خل نذوقو الديسير. يا خالت الموس الشوكولا مازال طيب. ها تنحل على ام فطوش ريت الموس مازال بالشوكولا ما طابش كي طيبته نعطيك. ها ني ها